مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة ويوم جديد من أيام البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا أكيد هنتابع كواليس أخبار فرقتنا فريق النادي الأهلي، اللي إن شاء الله بعثة النادي الأهلي هتسافر بكرة إلى إن شاء الله السودان، لطبعا مباراة المنتظرة، مباراة إن شاء الله يوم السبت ما بين النادي الأهلي والمريخ السوداني في المشوار الأفريقي. هنتابع كل أخبارنا مع النادي الأهلي وكمان أخبار منتخبنا بعد ما حسمنا التأهل لأمم أفريقيا و22 في الكاميرون. السؤال الأهم والسؤال اللي بيطرح نفسه، ماذا بعد؟ ماذا بعد التأهل؟ عندنا تصفيات كأس العالم اللي يعني في مجموعة بتضم مصر، أنجولا، ليبيا والجابون. حضراتكم كمان يعني للمعرفة إن خلاص المشوار على مستوى كأس العالم إن شاء الله هيبدأ في الأسبوع الأول من شهر 6. إن شاء الله مصر هتقابل ليبيا في القاهرة، ثم عندها مباراة مع أنجولا في أنجولا. في آخر شهر 8 أو أوائل شهر 8 هيكون المباراة مع مباراتين، مع الجابون في القاهرة وخارج القاهرة في الجابون، وتكون إن شاء الله المباراة الفاصلة اللي بإذن الله تحسم يعني تكون مصر مؤهلة لطبعا التصفيات الأخيرة، هتكون في شهر 10، وطبعا هتضم مباراة طبعا ليبيا أنجولا في أنجولا وليبيا في القاهرة. كل التوفيق لمنتخبنا، وزي ما بقول لحضراتكم ده الأهم، كلنا مع المنتخب، كلنا سبورت للكابتن حسام البدري. إن شاء الله بإذن الله كمان مشوار الوصول لكأس العالم بإذن الله يكون مشوار ناجح وسعيد على الكرة المصرية. النهاردة عندنا يعني أخبار كتيرة جدا، عندنا كل ما يدار حول الساحة الرياضية في مصر، أخبار عن فرقتنا، كمان هنناقش مع ضيوفنا النهاردة أو ضيفنا النهاردة في البيت الكبير كواليس طبعا مشوار النادي الأهلي على المستوى الأفريقي، وناخد كمان رأيه على مستوى المنتخب، وبإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا. حلقة إن شاء الله تكون مميزة مع حضراتكم النهاردة كالعادة، لكن طبعا برحب بزميلتي سهام. مساء الخير عليك يا سهام. مساء الخير. مساء الخير كابتن هاني، جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير وحلقه جديده من حلقات البيت الكبير، البيت اللي بيجمعنا كلنا. 18 يوم يا جماعه، احنا بنتكلم عن 18 يوم يمكن النادي الاهلي غايب عن جمهوره العظيم ده، النهارده بيرجع علشان يتصارع على افضليه صداره المجموعه. بنتكلم هنا عن مواجهه سيمبا طبعا التنزاني، او مع سيمبا التنزاني. والحقيقه ان احنا يوم السبت معانا او عندنا مباراه يمكن فارقه، يمكن بتحمل طابع اخوي قبل ما تحمل هذا الطابع التنافسي. احنا بنتكلم عن اشقائنا السودانيين اللي بيربطنا ما بيننا وما بينهم نيل واحد منذ ولاده التاريخ، ف إن شاء الله تكون مباراة مهمة. صحيح المريخ بيتدايل المجموعة بعد 4 جولات بنقطة واحدة، ولكن مين ما يحبش يلعب قدام الأهلي كرة حلوة؟ فإن شاء الله كل التوفيق الأول لنادينا النادي الأهلي، وإن شاء الله هنتكلم في ده بالتفصيل مع ضيوفنا اللي هيشرفونا النهاردة. وعايز أفكر حضراتكم يمكن بالمفارقة بقى، وبما أننا بنتكلم عن المريخ السوداني، نتكلم عن كابتن بيبو رئيس النادي الأهلي الحالي، اللي يمكن كان أول بطل يواجه المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا في 83، وصاحب أول هدف في المريخ السوداني. فدي يمكن مفارقة بس كده حبينا نبتدي بيها. النهاردة هنتكلم عن المواجهة المنتظرة ديت، وهنتكلم عن ترتيبات السفر. خلاص بكرة زي ما الكابتن هاني قال هنطمن على أخبار كل نجومنا المصابين. بعد كده هيكون معنا في الفقرة الحوارية الأولى اللقاء متجدد مع الناقد الرياضي جمال الزهيري، وإطلالة على أهم الأخبار الرياضية وأيضا القضايا المطروحة على الساحة الكروية. في الفقرة الثانية وشرفنا النجم الكبير قوي، النجم السابق أو نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر طبعا، كابتن شريف عبد المنعم، عشان نتكلم مع كابتن شريف برضو عن الأهلي واستعداداتنا للمباراة وتقييمه المنتخب مصر في المباراتين اللي فاتوا بشكل عام مع كينيا وجزر القمر. ماذا بعد؟ هذا السؤال بيطرح نفسه. احنا بينتظرنا بطولة مهمة اسمها البطولة الأفريقية، تصفيات كاس عالم زي ما كنا دلوقتي بنتكلم برضو كابتن هاني كان بيقول. فهل هنظهر بصورة الشوط الأول اللي رعبنا فيه جزر القمر، ولا هنظهر بالصورة اللي ظهرنا عليها مع كينيا رايح جاي؟ الكلام ده مهم جدا جدا يا جماعة. فده إن شاء الله يعني ده اللي هيدور حوالين نقاش المفروض النهاردة في هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله يكون مناقشة. كمان هو ده اللي أعتقد الأهم في صالح المنتخب، إن إحنا كمان ننسى خلاص إحنا وصلنا وتأهلنا للكاميرون بإيجابياتنا بسلبياتنا، كل
كل السبورت، كل الدعم للكابتن حسام البدري ومنتخبنا، اللي ان شاء الله باذن الله نكون كمان قادرين على حسم الامور في تصفيات كاس العالم. وزي ما حضراتكم عارفين ان كمان تصفيات كاس العالم ولازم ان شاء الله باذن الله تكون مكسب. عندنا انجولا زي ما قلت، عندنا ليبيا، عندنا كمان الجابون. المكسب هيحطنا في تصنيف عالي جدا، ده مهم جدا هنتكلم فيه ونناقش فيه كابتن شريف عبد المنعم، لان التصنيف ده مهم جدا في المرحله الاخيره، مرحله ما بعد طبعا هذه المجموعه، مرحله النوك اوت، مرحله الذياب والاياب مع فرق على مستوى عالي جدا. ان شاء الله نكون في هذه التصفيات المؤهله لكاس العالم، ناخد اول مجموعتنا ونكون كمان من ضمن اول خمس فرق في افريقيا. ده باذن الله ان شاء الله، باذن الله الطموح الكبير لكل الجماهير المصرية. قبل ما نبدأ أخبرنا عن فرقتنا، يعني حضراتكم كنتم متابعين معانا في البيت الكبير طبعا، إن نادي الأهلي أخذ مباراة نادي الزمالك امبارح، وكان فيه يعني كان فيها لغط كبير جدا جدا في صالة نادي الزمالك، وكان تم طبعا يعني إيقاف المباراة لمدة طويلة جدا جدا. وخلي بالكم علشان النادي الاهلي دايما ما بيسيبش حقه ولا بيسيب حق اي فريق، اذا كان على مستوى الجماعي او على مستوى الفردي. النهارده النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه وبيحافظ على كمان حقوق جماهيره. النهارده الصبح النادي الاهلي يمكن ارسل خطاب لاتحاد كره السله عشان يحافظ على، اولا بيحافظ على ناديه، وثانيا ان احنا بنتكلم على لائحه وبنتكلم على مبادئ وبنتكلم على قوانين هي اللي بتحكم كل العاب على المستوى، على مستوى مصر. وبالتالي النادي الاهلي دايما دايما حريص على طبعا فرقته، حريص على ناديه، وكمان حريص على ان هو لازم يكون المساواة يعني لازم تكون متواجدة. النهاردة النادي الأهلي قدم هذا الجواب، والحقيقة رد اتحاد السلة، والرد ما كانش متأخر بصراحة. قرر اتحاد السلة رسميا يعني اعتبار النادي الأهلي فايز بمباراة نادي الزمالك وتغريم نادي الزمالك كمان، وقال بيان اتحاد كرة السلة طبعا، قال بيان اعتبار النادي الأهلي فائزا على نادي الزمالك، وطبعا النتيجة هتبقى 20-0 في المباراة اللي اتلغت. وكان يحيى زكريا مراقب المباراة امبارح بصالة 100 عقبة، قال ان كان في تواجد جماهيري بالنسبة لنادي الزمالك. دي كانت ضمن طبعا المباريات الجولة ال 11 لدور السوبر لكرة السلة. النهاردة اجتمع لجنة المسابقات وبرئاسة طبعا وبحث كبير جدا من خلال التقرير اللي قاله مراقب المباراة، واعتبار النادي الأهلي فايز بهذه المباراة بنتيجة 20-0، وكمان تغريم نادي الزمالك مبلغ 30,000 جنيه ونقل مباراة واحدة خارج ملعبه. الحقيقة النهاردة يعني الصبح كان في تصريحات كمان مهمة جدا جدا لكابتن رؤوف عبد القادر، ده مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. قال ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ودي نقطه مهمه جدا لازم هنقف عندها. الكابتن محمود الخطيب قال يعني احنا علاقتنا بكل الانديه المصريه، بعلاقتنا بالنادي الزمالك علاقه كبيره جدا، ومش هتاثر عليها نتيجه مباراه في اي لعبه من اللعبات. ده مهم جدا ان العلاقات دايما تكون علاقات قويه جدا جدا، ومش لازم الامور، ده طبعا على لسان الكابتن محمود الخطيب، مش لازم الامور تاخد اكبر من حجمها. يعني طبعا بعد الغاء المباراه ونتيجه طبعا لاقتحام جماهير نادي الزمالك للملعب، كمان قال الكابتن رؤوف ان الموضوع كله وان الاهلي بيتحرك زي ما بقول لحضراتكم وفقا للوائح، ووفقا كمان لخطاب، خطاب وجه من اتحاد الكره لكره السله بتاريخ 21/3، برضو التاريخ دوت يعني حطوا تحتيه 30 شرط، بتاريخ 21/3 بيأكد فيه الاتحاد ان جميع المباريات ستقام بدون جماهير، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم الغاء المباراة. وطبعا يعني لما طبعا جماهير نادي الزمالك اقتحمت صالة المباراة امبارح، طلب الجهاز الفني للنادي الاهلي الرجوع للكابتن رؤوف اللي كان موجود في الملعب، وانه يطبق اللوائح ويتم طبعا اخلاء الصالة من الجماهير علشان الماتش يبدأ. لكن طبعا للأسف ده ما حصلش، وعشان كده مراقب المباراة قرر الغاء هذه المباراة بعد انتظار يمكن أكتر من ساعة ونص كان منتظر، وطبعا تطبيقا للقوانين وتطبيقا للجواب المرسل من اتحاد الكرة لكرة السلة لكل الأندية إن ممنوع دخول الجماهير وإن مفيش جماهير
وبذلك بتطبق النهارده اللائحه، وبيتم طبعا تطبيق اللائحه بشكل اكثر من رائع، والنادي الاهلي بيفوز بهذه المباراه. الحقيقه ان كابتن رؤوف عبد القادر رد على بعض الكلام اللي مش صحيح اللي بيتقال من امبارح، وهو انه الجهاز الفني لفريق سله الاهلي لما طالب انه يطبق اللوائح كانت نتيجه لتدخل البعض من مجلس اداره الاهلي، خدوا بالكم، اللي كانوا متواجدين في الملعب. لكن كابتن عبد كابتن رؤوف هنا صحح الكلام وقال ايه؟ ان ده مش صح وما حصلش كده، ده لا من قريب ولا من بعيد، وانما ده نظام عمل ثابت في النادي منذ عشرات السنين. يعني هذا القرار في مثل هذه المواقف بيكون راجع للجهاز الفني، هو اللي بيعترض وهو اللي بيتحرك وبالتشاور مع الاداره العليا للنشاط الرياضي. كمان كابتن رؤوف كان بيتكلم عن انه المطالبه بتطبيق اللوائح ما كانش بدافع تواجد اي من لاعبي الزمالك من اللعبات الاخرى زي ما انتم شايفين كده بصاله المباراه، لان دي كلها امور يعني من الاخر كده الاهلي ما بيبصلهاش ولا مسؤولين الاهلي يعني يلتفتوا ليها اصلا، يعني عند اتخاذ اي قرار تحديدا، وانما الاهلي النهارده لما بيتحرك اتحرك زي ما قال بناء على الخطاب اللي تلقاه من اتحاد كره السله. النهارده بيؤكد رفضه القاطع لأي من الحضور الجماهيري في كافة المباريات وتفويض المراقب في إلغاء أي مباراة، هو ده اللي حصل فعلا حال أي مخالفة، امبارح حصل مخالفة وده فعلا اللي جرى امبارح. في النهاية كابتن رؤوف كان بيكلم عن نتيجة المباراة وهو دوت اللي يهمنا الحقيقة، يمكن النهارده هو في كلامه طمن جماهير الأهلي بأن في الأمور اللي زي ديت والحالات المشابهة في الغالب ما بتحتاجش لتفسير، لأن كل الوقائع الممثلة واللي جرت في السابق يعني أو ممثلة قام اتحاد السلة بالفعل باحتساب نتيجة المباراة ضد الفريق اللي بيتجاوز بطبيعة الحال. النهاردة عندك نادي تجاوز الجماهيره والمصلحة الفريق المنافس، يعني النهاردة انت يتم اعتبار الأهلي فايز وده اللي حصل فعلا بالفعل، وانتصرت المبادئ في يعني زي ما بنقول دائما المبادئ هي اللي بتنتصر. صحيح، هو طبعا هي موضوع هو لائحة وقوانين، ودايما النادي الأهلي دايما هو يعني بيحب دايما مش بل مصلحة طبعا فرقتنا ودفاعا عن فرقتنا، لكن كمان على مستوى المصلحة العامة لما بيكون في لائحه بتطبق بشكل كبير على الكبير وعلى الصغير، هو ده اللي بيخلي المسابقه تستمر ايا كانت مسابقه كره قدم، سله، طايره، يد، اي حاجه. فالنادي الاهلي دايما حريص اولا على انه يدافع عن حقوقه، وكمان عن ده بالتالي بيترتب عن حقوق كل الانديه ومصلحه كل الانديه. في نفس الامر كمان يمكن النهارده كان في خبر ان الاهلي يقرر ايقاف هنا جوده ومريم الهديبي وحالتهما الى التحقيق. قرر كمان الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ايقاف كل من هنا جوده، مريم الهديبي لاعبتي تنس الطاوله بالنادي، والحاله الى التحقيق بكره. ده عشان ايه؟ عشان قيامهم بالحديث عبر التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق اللي بيتنافى مع سياسة النادي وثوابت النادي الأهلي. ده كان كمان خبر النهارده مهم شوية. جدا. تعالوا نروح بقى يعني مش هقول الأهم، لكن اللي بتنتظره جماهير النادي الأهلي، وهو طبعا استعدادنا لمباراة المريخ إن شاء الله. النهارده الفريق بيواصل تدريباته علشان طبعا المباراة المرتقبة يوم السبت. مستر موسيماني كالعادة بيقعد مع الفريق قبل التمرين. كان في النهارده تمرين أعتقد تمرين قوي جدا، اجتمع موسيماني مع اللاعبين اجتماع مطول قبل التمرين، اتكلم معاهم عن أهمية طبعا المباراة مباراة المريخ، وكان حريص جدا جدا على كمان توجيه اللاعبين في الجوانب الفنية والجوانب التكتيكية. النهاردة حضراتكم عارفين ان طبعا ان شاء الله بعثة النادي الاهلي هتسافر بكرة السودان الساعة 4، هيخد النادي الاهلي يمكن مرانه الاول والرئيسي بعد بكرة اللي هو يوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم بدل من الجمعة. زي ما قلنا برضو هنا في البيت الكبير ان يوم الجمعة يمكن انشغال الملعب بمباراة الهلال السوداني وصن داونز ده في دوري الأبطال، والنادي الأهلي إن شاء الله هيخوض تمرينه الختامي يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله على أحد الملاعب الفرعية يعني القريبة جدا من يعني إقامة بعثتنا. طبعا استعداد أعتقد على قدم وساق، لأن المباراة إن شاء الله مباراة مهمة جدا جدا. في آخر التمرين النهاردة كمان موسيماني عمل تراي ماتش، وده يعني كنا
يعني بنقول ان هذه النوعيه من التدريبات كمان بتفيد على مستوى الفريق الاول وعلى مستوى قطاع الناشئين. عمل النهارده تقسيمه او تراي ماتش ما بين الفريق الاول وفريق الشباب بالنادي، اختتم هذه الفقره من التمرين وكان فيها الحقيقه تنافس شديد جدا جدا من كل اللاعبين، كل اللاعبين يعني عندهم حماسه كبيره جدا وكلهم متفائلين واحنا كمان متفائلين زي ما حضراتكم شايفين على الصوره. كل اللعيبه الحمد لله متواجده بشكل كبير، بدري بنون كل اللعيبه، حتى اليو دانج النهارده كان متواجد في التدريب، التدريبه كانت قويه جدا النهارده، وكمان كان حريص موسيماني كمان على زي شايفين كمان وليد سليمان ان شاء الله باذن الله يكون له دور كبير ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء كل الله. كل اللعيبه موجوده باستثناء طبعا سداسي الاهلي، سداسي الاهلي ما ننساش اللي شارك في مع المنتخب الاول في مباراتينه اللي فاتوا مع كينيا وجزر القمر، بكره ان شاء الله ينتظموا في التدريبات زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ. النهارده كابتن سيد بيقول انه السداسي الاهلي اللي شارك في معسكر المنتخب الوطني لمباراه جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بكره إن شاء الله ينتظموا في التدريبات الجماعية، ومستر موسيماني محدد لهم برنامج من دلوقتي، برنامج استشفائي للعيبة الستة دول هيتم تنفيذه من بكره إن شاء الله. عارفين إنه المنتخب الأول ضم من لاعيبة الأهلي طبعا في مباراة جزر القمر ستة من لاعيبته، كان على رأسهم محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كل دول مش موجودين الحقيقة كانوا النهاردة، كان برضو كان غايب السلية، أفشة، محمد شريف كمان النهاردة. حتى في الصور اللي احنا شايفينها إليو ديانج بينتظم خلاص في التدريبات الجماعية بعد ما رجع النهاردة الفجر، وصل للقاهرة بعد ما انتهت مشاركته في معسكر منتخب بلاده مالي، والنهارده بيشارك ديانج في التدريبات البدنيه الجماعيه زي ما احنا شايفين. عمل كمان جلسه يعني جلسه خاصه تدريبات استشفائيه قبل ما ينطلق تمرين النهارده. كمان انتظم النهارده ثنائي المنتخب الاولمبي صلاح محسن مصطفى شوبير في التمرين، الثلاثي الباقيين بقى في الاولمبي اكرم توفيق، طاهر محمد، احمد رمضان باكم هينتظموا ان شاء الله برضو بكره. في خبر مهم كمان عن لاعبتنا المصابه محمد محمود، كريم ندفد، محمود متولي، الثلاثي المصاب اللي وصلوا النهارده تنفيذ برامجهم التاهيليه المحدده لكل واحد فيهم. يمكن الثلاثي النهارده بيؤدوا جانب من التدريبات البدنيه والتاهيل في الجيم، خلاص يعني ان شاء الله يكون في عوده لهم قريبا قريب جدا الفريق بإذن الله. قريب جدا جدا كل ان شاء الله لاعبتنا، احنا محتاجين اللعيبه بصراحه بشكل كبير جدا، كل اللعيبه كمان المصابه عندنا قماشه كبيره جدا، عندنا لعيبه مميزه، لكن عوده المصابين زي ما شايفين مثلا عوده وليد سليمان، خلاص وليد سليمان جاهز للمشاركه في المباراه، يتوقف طبعا على الرؤيه الفنيه لمستر موسيماني امتى يدفع بوليد سليمان، لكن عوده كل مصاب، عندنا محمود متولي لعيب هايل، رجوع كمان ناصر ماهر اعتقد هيكون مكسب كبير جدا جدا، فاعتقد كل اللعيبه المصابه النادي الاهلي داخل على مرحله اقدر اقول مرحله صعبه، مراحل طبعا توالي المسابقات، هنطلع من دوري افريقيا، هنرجع على الدوري وهنرجع على الكاس، فان شاء الله كل التوفيق كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله بدايه من مباراه المريخ يوم السبت اللي جاي. الحقيقه كمان يعني قبل ما نخلص اخبارنا عايز اتكلم مع حضراتكم عن تصريحات موسيماني، النهارده تصريحات موسيماني كانت مهمه جدا جدا قبل سفر للسودان. قال فيها اكيد ان هدفه اكيد الفوز على المريخ وتقديم عرض يليق باسم النادي الاهلي طبعا كبطل افريقيا وحامل 9 ألقاب وان شاء الله العشره تكون في الطريق، وكان بيشدد من خلال تصريحاته ان المباراه صعبه، وزي ما بقول لحضراتكم المباراه فعلا مباراه على المستوى الفني قادرين لكن مباراه صعبه، دايما فريق المريخ او الهلال بتكون مباريات صعبه. قال ان فوزي على المريخ هيحقق للنادي الاهلي 3 أهداف. طبعا الهدف الاول هي حسم التاهل، ان شاء الله هتكون خطوه كبيره جدا لحسم التاهل، ان شاء الله عندنا مباراه اخيره في المجموعه مع سيمبا هنا في القاهره، لكن مباراه المريخ هي الخطوه الاولى لحسم التاهل. نمره 2 ان كمان النادي الاهلي هيكون بيوجه رساله قويه جدا جدا للمنافسين، ان النادي الاهلي قادر بشكل كبير جدا على الحفاظ على هذا اللقب. والجزء الثالث ان كمان بيتكلم على الفوز خارج الارض، احنا بنتكلم حضراتكم تفتكروا مباراه الوداد في تصفيات او في البطوله اللي فاتت، يمكن النادي الاهلي كمان محقق ريكورد على مستوى الفرق الافريقيه في الفوز خارج ارضه، الفوز خارج الارض كمان بيدي ايمج كبير جدا وبيدي رساله قويه جدا لكل الفرق ان النادي الاهلي ان شاء الله مصمم باذن الله على الحصول على العشر. اما بقى على الجزء الاخر موسيماني قال بعض الاسئله قالت له
ايه رايك في الانتقادات اللي كانت بتوجه للنادي الاهلي يمكن قبل مباراه فيتا كلوب؟ كان انتقادات كبيره جدا، وكان الخوف على النادي الاهلي من الخروج. موسيماني قال باختصار يعني العبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم. وارد جدا ان يكون مشوارك في البطولة الأفريقية مشوار طويل جدا زي ما حضراتكم عارفين، وارد ان هو ما يكونش دايما بالمكسب، لكن الأهم هو طبعا الوصول للمباراة النهائية. وكان موسيماني صراحة يعني النهارده خلال مؤتمر او من خلال تصريحاته كان بيشدد يعني بشكل كبير جدا، وبيدل قد ايه ان الجهاز الفني واللاعبين عندهم إصرار كبير جدا اولا بإذن الله لحسم هذه المجموعة ونكون أول مجموعة، الجزء الثاني الفوز خارج الأرض ودي مهم جدا، وكمان على الجزء الثالث أنه بيدي رسالة قوية جدا كمان للفرق. إن شاء الله إحنا هنطلع دور الثمانية هتلاقي فرق كبيرة جدا، أسماء كبيرة جدا، لكن إن شاء الله النادي الأهلي قادر بإذن الله الحفاظ ويحقق أحلام جماهير النادي الأهلي اللي من أول يوم بعد التسعة كلنا بنقول العشرة يا أهلي. طبعا بإذن الله ده يتحقق جدا، وافتكر دي تصريحات مهمة جدا جدا هنتكلم فيها بالتفصيل بعد الفصل. بنفكركم عندنا أول فقرة أستاذ جمال الزهيري، وأيضا في كلام مهم جدا كمان مع كابتن شريف عبد المنعم، ومنتظرين أكيد كلنا نجوم فقرة خط أحمر في البيت الكبير محمد فارس وأحمد أسامة مشرفينا طبعا في آخر ساعة في البيت الكبير علشان يقولوا كلام مهم جدا، كلنا مستنين. وبعد الفصل مرحبا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. زي ما اتكلمنا في الانترو ان خلاص يعني ملف التأهل لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون خلاص اتحسم، ومصر هي متصدرة المجموعة، لكن السؤال الأبرز ما هو ما بعد التأهل؟ ايه ان شاء الله الخطة اللي المفروض الكابتن حسام البدري واتحاد الكورة وكمان على مستوى الإعلام الرياضي نكون سبورت لمنتخبنا عشان المشوار الأغلى، مشوار تصفيات كأس العالم، و طبعا مجموعتنا اللي بتضم ليبيا انجولا والجابون، ايه اللي الكابتن حسام البدري يقدر يعمله في خلال المرحله ديت، وخاصه ان يمكن تصفيات كاس العالم زي ما حضراتكم عارفين بتبدا من يوم 1/6 1 يونيو اللي جاي، هيكون في لقاءين مع ليبيا ومع انجولا، مشوار طويل، ولكن ان شاء الله كلنا ثقه وكلنا دعم لجهازنا الفني ومنتخبنا عشان نشوف تاني مره على التوالي هيكون حدث تاريخي كبير ان مصر تصل لكاس العالم مرتين، ونبدا من هنا نفكر فيما بعد، ما يكونش حلم الوصول للمونديال هو الحلم الاكبر لجماهير الكره المصريه ولكل المنتمين ليها، لكن يكون الحلم الاكبر ماذا تفعل في كاس العالم عشان نناقش دوت، ونناقش كمان ملف النادي الاهلي وان شاء الله استعداداته ومباراه المريخ المهمه جدا في المشوار الافريقي. مفيش افضل من الناقد المتميز الناقد الرياضي جمال الزهيري عشان نفتح معاه الملفين دول ونتناقش فيه بشكل كبير. استاذ جمال وحشنا. الله يخليك كابتن، منورنا في البيت. ربنا يخليك، سعيد بوجودي معاك. ربنا يخليك. يعني هاخد يعني من واحنا بنتناقش مع كلام حضرتك، عايز اخد راي حضرتك في اولا الحصيله، مش مباراه بس جزر وقمر، لكن نتكلم على حصيله التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه، وخاصه مباراتي اللي بتعتبر باكج واحد، مباراه كينيا في نيروبي ومباراه جزر القمر هنا في القاهره. تمام. بدايه طبعا بنوجه التهنئه للمنتخب وللجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري بالتاهل وبالعرض الاخير امام جزر القمر. وانا شايف برضو كابتن لو حبينا نربط مع كل التصفيات اللي لعبها المنتخب انه ده اقل مكان يمكن ان هو يظهر في كل الماتشات. يعني المجموعه اللي فيها مصر فيها مصر وجزر القمر وكينيا وتوجو، يمكن قبل بدايه التصفيات احنا قلنا توجو هي اللي ممكن تطلع تاني مع هي هي اللي ممكن تبقى قويه يعني شويه، لكن واضح ان هم بعيد خالص عن الموضوع، وبالتالي ما ينفعش بقى ان منتخب مصر كان يظهر بالشكل اللي بيعاني بيه قوي ده. يعني احنا قبل مباراتين توجو كان النادي كان منتخب مصر بيعاني معاناه رهيبه لما لعب مع جزر القمر وكينيا وموقفه تعقد جدا، فالمساله لا كانت غريبه وكانت تقلق. يعني انا واحد من الناس بعد مباراه كينيا الاخيره انا كان ليا راي يمكن على عكس طبيعتي متطرف شويه فيه، انه هو لا الجهاز الفني كده ما يكملش. انا دي كانت وجهه نظري. وجهه نظري دي على فكره مش نابعه من ان انا مثلا
بكره كابتن حسام البدري او بكره حادف الجهاز ولا طمعان ان انا ادرب لان انا ماليش في التدريب. هي وجهه نظر بتعبر عن وجهه نظر الشارع. هو كان غضب كبير جدا بالظبط يعني على الشارع. لا يعني انا حتى بنيت وجهه نظري مش بس من قناعاتي لوحدها، لا من ردود الافعال اللي حصلت في الشارع الرياضي او الشارع الكروي بعد ما شافوا ان منتخب مصر يعني يدوب بيكمل عشان يتعادل عشان يضمن بطاقة التأهل وبعدين مش في مجموعة قوية. فتخيلت انا بقى كابتن هاني السيناريو، طب الماتشات اللي بعد كده ده اذا كنا احنا بنعاني بهذا المنظر امام فرق مع كل الاحترام ليها انما كرويا وفنيا مهما اتقال على ان المستويات الافريقية كلها اصبحت متقاربة، لا في فوارق طبعا في فوارق. طب الصورة دي اتغيرت انت بعد مباراة كينيا؟ كانت الصورة بالنسبة لحضرتك ويمكن للشارع الرياضي بصفة عامة صورة غامقة شوية يعني بالنسبة لي كمان مقارنة الناس بتقول طب احنا لو كنا بنلعب الجزائر او مجموعتنا فيها فرقة كبيرة. هل الصورة دي اتغيرت بشكل كبير بعد مباراة جزر القمر والفوز عليها 4-0؟ على حد اللي احنا شفناه يعني اتغيرت الى حد ما. الى حد ما؟ الى حد ما. ليه؟ لان احنا برضو في المباراة امام جزر القمر لا من اول دقيقة احنا شايفين حاجة مختلفة. ايوه. طب ده كان فين؟ يعني انا مثلا واحد من الناس برضو اللي كنت معترض جدا على انني ما اشتركش في مباراة كينيا. طبعا في مباراة كينيا. ليه؟ ده لاعب محترف ويمر بافضل صحيح فتراته مع ارسنال وفي الدوري الانجليزي. صحيح. وكابتن ارسنال يعني زمان من فتره كده كنا بنهاجم لان هو بيلعب النهارده هو في احسن حالاته. صحيح. ومع ذلك هو مش موجود. فهل يعقل ان هو اللاعب رقم 5 في هذا المركز؟ مع كل الاحترام لزمايله يعني كل اللي بيلعبوا في الهاف ديفندر كلهم مستويات عاليه وكل حاجه، بس انت جايب لاعب محترف جايبه يا اما ما تستدعيهوش خالص من الاساس يا اما ان انت بتجيبه عشان يلعب. فاللي احنا فوجئنا بيه ان هو مش موجود خالص. سيبك بقى من انه اتقال انه كان بيسخن وجاهز والكلام ده كله، لا انا كمشاهد حتى استغربت من هذا التغيير. هو حتى احنا بنقيم على الاداء الفني، وطبعا في اعتقاد الشخصي ما تعرفش كان ممكن حتى ان يشارك ما يظهرش بالمستوى، ممكن لكن طبعا الطبيعي، لكن الطبيعي وكل الناس اللي كنا يشترك ولو وحش ما يطلع. كل الناس كانت بتقول انني في افضل حالاته في الارسنال، الحاله المعنويه عاليه جدا، رجع تاني انني يمكن اللي بيفكرنا يمكن باولمبياد لندن والمستوى انطلاقته فكان من الطبيعي وجوده يعني غريب. عدم وجوده كان علامه استفهام من كابتن حسام بالزبط. يمكن قفلها شويه مع النني، قال لا احنا بالاتفاق مع النني والنني لعيب محترف وكل حاجه وهيشارك في مباراه جزر وكمان برضو كابتن في محمد شريف انا بعتبر ان هو مكسب كبير جدا طبعا للمنتخب. وقلنا يمكن قبل يعني بعد اعلان القائمه او ليله اعلان القائمه كنت مع حضرتك وقلت انا انه ضم مجموعة الأسماء دي اللي هم الشباب المهاجمين كانت حاجة كويسة. محمد شريف، أحمد مصطفى ياسر، محمد أحمد ياسر، حسام حسن، دي بداية برضو جديدة وكويسة لأن إنه حسام البدري بيدور على حل لمشكلة المهاجم. صحيح. المهاجم الصريح مثلا لما تشوف تألق مجدي أفشة في المباراة أمام جزر القمر وعامل التلاتة اسيست بالظبط يعني التلات اهداف، فعايز اقول انه في مكاسب بقى ظهرت في هذه المباراه وشفنا منتخب مصر طبعا بالاضافه لمحمد صلاح حتى محمد صلاح ظهر بشكل مختلف خاصه في اول في الشوط الاولاني كلنا بالزبط. كنا كويسين الشوط الاولاني وخلينا نحدد من اول 10 دقائق لغايه الدقيقه 25 دقيقه بالظبط لغايه الدقيقه 25 او 30. الفتره دي كلها كان شفنا منتخب مصر اللي هو احنا بنتمنى نشوفه. أيه. خلي بالك بقى هنا دي نقطة مهمة عشان برضو اللي بيحاول يوصل للكابتن حسام ان الناس بتهاجمه عشان مش عايزينه هو شخصيا، لا الموضوع مش شخصي. اكيد احنا عاوزين منتخب مصر يظهر بالشكل اللي يليق باسم الكرة المصرية ويليق باسماء اللعيبة دول يعني ده خلي بالك هم جيل. خلينا برضو نتناقش في النقطة دي شوية.
شويه، لان طبعا يعني من خلال تصريحات الكابتن حسام البدري هو ليه المنتخب ظهر بهذا الاداء في مباراه كينيا؟ كان ليه بعض التصريحات زي على مستوى التجمع مثلا، قال لك انا ما كانش عندي فتره كبيره جدا لتجمع اللعيبه علشان ابدا احط فكر التدريبي او الخطه المناسبه، كان التجمعات كانت بعيده جدا، ويمكن حسبها قال المنتخب اتجمع في خلال السنتين اللي فاتوا تقريبا 20 يوم بس. قال كمان على حاله الاجهاد اللي بيعاني بيها اللاعبين المحترفين اللي في الداخل، يعني لعيبه النادي الاهلي، لعيبه بيراميدز، لعيبه نادي الزمالك، توالي المباريات الدوري مع مباريات افريقيا. ده كان بالنسبه للكابتن حسام بيقول ان هو كان بالنسبه له عائق للظهور بمستوى جيد. والجزء الاكبر كمان ان هو يعني لسه الكابتن حسام بيقول ان لسه ما ظهرتش بصماته على المنتخب، لان ما كانش في معسكرات، ما كانش في وقت ان هو يحط البصمه ديت. ده الاسباب اللي قالها تمام. هو كل اللي هو بيقوله الكابتن حسام احنا معترفين بيه وقلناه برضو، يعني انا فاكر ان انا قلته مع حضرتك انه ظروف كورونا، احنا قلنا ان المنتخب قبل مباراه توجو قعد سنه كامله ما بيتجمعش، ولا اللعيبه بتتقابل، ولا في تجمع ولا معسكر ولا اي حاجه، والارهاق والكلام ده، كل دي اسباب موجوده ومعروفه وكلنا معترفين بيها. بس برضو من الناحيه المنطقيه لا تؤدي الى هذا المنظر المتهالك اللي انا بقوله متهالك لمنتخب مصر، اللي هو طب ايه اللي حصل في مباراه جزر القمر؟ وخاصه ما هو كانش فيه، بالعكس ده كان فيه كمان اجهاد وسفر وعوده يعني انت فاهم قصدي؟ يعني لابد ان يكون مش لازم نلعب وحش قوي فالناس تنتقدنا فنبتدي نطلع اللي عندنا، لا يعني هو في 100% في بعض التغييرات اللي عملها في التشكيل، ست تغييرات يعني انا شايف عمل ست تغييرات دول يعني غير الفرقه. ايوه انت ما بتغير 50% من الفرقه بالظبط، انت غيرت نص الفرقه تقريبا، قول 50%. فال 50% دول احنا اللي عايزينه بقى انه يبقى يتوصل الى تشكيل معين اللي هو ده يعتبر التشكيل الاساسي، وما عدا ذلك بيبقى قطع غيار. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه ما بيتغيرش غير لو حصل اصابه، حصل غياب للاعب لسبب او لاخر. انما الشكل اللي ظهر بيه المنتخب امام جزر القمر برضو مش عايزين نقول ان هو الشكل النهائي اللي احنا عاوزينه، لانه جزء من الوقت. طب انا عايز اعرف بقيه المباراه، المنتخب كان واقف على حيله بس الناس بتقول دي المسطره اللي نقيس عليها المنتخب، يعني بالزبط. مش مباراه جزر القمر اول نص ساعه مش دي هي المسطره، لانه برضو مفيش ضغط من الفريق المنافس اللي هو يحطك تحت ضغط، مفيش ضغط الوصول حتى، احنا كنا تاهلنا كمان بالظبط، وبعدين الدنيا كانت خلاص، يعني انت تقدمت باربع اهداف والدنيا ماشيه معاك تمام. الفكره بس انه الوصول الى الهدف اللي احنا عاوزينه هو تكوين منتخب له ملامح واضحه وشغل باين، وده على فكره اقل حقوق الناس صحيح. الجمهور، انا مش بتكلم هنا بقى على ايه انه ممكن بعض النقاد او بعض الخبراء يبقى لهم وجهات نظر فنيه، بس برضو لازم استفيد منها كمدير فني. ما ده اللي هتكلم مع حضرتك. انت شايف من شخصيه الكابتن حسام البدري ان هو يعني باللغه البلد كده بيزعل من الانتقادات او بياخد على خاطره ان حد بينتقد المنتخب بصوره او باخرى؟ حسينا في بعض التصريحات حتى بعد مباراه جزر القمر طلع قال كان في حمله ليه، كان في حمله على المنتخب ليه الناس بتهاجمنا بالشكل دوت. بتحس ان هو الامور بالنسبه له لازم تكون اهدى شويه في عمليه التعامل مع السوشيال ميديا ومع النقد، ان هو مدرب كبير عنده خبرات كبيره جدا كلنا سبورت ليه، لكن لما بيكون في شكل مش حلو لمنتخب مصر على فكره يعني. كابتن جوهري حضرتك حضرته ولعبت معاه، اكتر واحد اتهاجم ده حقيقي، كوبر تهاجم، حسن شحاته اتهاجم مع حفظ الالقاب للجميع طبعا. انما طبيعي جدا طالما بتشتغل في مكان عام او في عمل عام، وبالذات كره القدم اللي هي ايه، انت بتاخد راي الناس برضو، ما بقولكش اعمله، بس على الاقل يعني استفيد من اللي ممكن يتقال. معاك ممكن يزعل طبعا، يعني ممكن
في ضغوط معينة يشعر بأن في نوع من أحيانا يشعر بأن في استهداف لشخصه. لكن أنا بأكد بالنيابة عن، مش هقول بالنيابة عن السوشيال ميديا، بس على الأقل بالنيابة عن النقاد أو الإعلام اللي هما بيطلعوا يتكلموا، كلهم طبعا نفسهم أنه كابتن حسام البدري ينجح. لكن القلق اللي عند الناس من إيه؟ أن أنت بتلعب النهاردة في المجموعة دي، الفرق اللي معاك مستوياتها ليست بالمستوى المرعب. أنت عندك بعد كده تصفيات كاس عالم في الثلاث فرق اللي حضرتك ذكرتهم، أنجولا ليبيا والجابون. مستوياتهم ممكن تكون أعلى نسبيا. ثانيا بعدها كمان في جولة أخرى اللي هي جولة الحسم بقى اللي هي هتبقى بين 10 فرق اللي هم أنت هتقابل القوى الكروية الكبرى. ما ده عشان نقابل يعني احنا برضو لازم يكون في بلان، لازم يكون برضو اعداد يعني لازم يكون في بلان ان انت ان شاء الله من خلال التصفيات المؤهلة لكاس العالم ان حتى النتائج بتاعتك تكون نتائج ايجابية بفوز، لان كل فوز عشان التصنيف كمان، عشان التصنيف علشان لما ان شاء الله توصل كاول مجموعة تصنف من اول 5. يعني انت بتتكلم على طبيعة تصنيف السنغال، وعندنا السنغال والجزائر والمغرب وتونس وعندنا فرق يعني الكبرى، القوى الكبرى في كرة القدم. فأنت لما تكون من ضمن الخمسة دول هتقابل من الخمسة، مش هقول لك مستويات أقل بكتير، لكن على الأقل تبعد حتى عن مباريات شمال أفريقيا. خلينا نتكلم بكل أمانة، دايما مبارياتنا مع مصر أو الجزائر أو تونس لما بتكون مباراة حاسمة بتكون مباراة عصبية على طبعًا. المستوى على المستوى الجماهيري، على المستوى الفني بتكون مباراة كبيرة. فمهم جدا إن المشوار في تصفيات كأس العالم ما يكونش شبيه بتصفيات كاس طبعًا. الامم النتائج بتفرق بالزبط. معانا بالظبط، النتائج بتفرق معانا، وكمان ثقه اللاعبين في انفسهم دي مهمه جدا. يعني احساس اللعيبه ايه بعد فوزهم على جزر القمر مع التحفظ على بعض الاشياء، انما في انت كسبان 4-0 ولا انك تبقى متعادل وطالع بشق الانفس. يعني برضو دي مساله تفرق كتير جدا. يعني انا بقولك بقيت قاعد سعيد جدا، واعتقد كل المصريين كانوا قاعدين سعداء بالمنظر الافضل اللي ظهر عليه منتخب مصر. صحيح، وده هدف الجميع. محدش هيفتح بقه، محدش هيتكلم، ليه؟ احنا مش عايزين اكتر من كده. بس فهي الفكرة انه الفترة اللي جاية لازم يبقى فيه خطة او برنامج للاعداد. صحيح. وفقا للاجندة الدولية طبعا، يعني اي فترات توقف. بس لازم كابتن حسام طبعا اكيد هيقعد مع المسؤولين في اتحاد الكوره ويبتدي يحط هذا البرنامج او يكون حاطط البرنامج، ويبتدي يشوف امكانيه اللعب والاحتكاك مع فرق قويه. ليه؟ عشان برضه يتجنب السلبيات اللي ظهرت في الفتره الماضيه، خاصه ان يمكن برضه لازم نكون عارفين كمان جدول للمنتخب او مباراه المنتخب ان شاء الله في خلال مشوار كاس العالم في الفتره من 1/6 ل 15/6. يعني خلاص احنا بنتكلم في 3 شهور او اقل. عندك مباراتين، مباراه مصر مع انجولا هنا في القاهره، تمام، ومصر مع ليبيا في ليبيا. يعني مباراتين مهمين جدا. بعديها يمكن 30/8 ليوم 6/9 برضو في خلال اسبوع. عندك مباراتين مع الجابون، واحده المباراه الاولى هتكون مصر والجابون، والمباراه الثانيه هتكون الجابون يعني خارج ارضنا. طبعا المباراه الاخيره دي يعني مباراتين الجابون ورا بعض يعني انت هتلاعب الاول هتلاعب انجولا، وبعدين هتلاعب ليبيا، وبعدين الجابون مباراتين في شهر 8، وبعدين في شهر 10 عندك مباراه انجولا. المباراه هتبقى انجولا ومصر، دي اللي هي الجوله الاخيره. الجوله الاخيره هتلاعب انجولا في انجولا، وهتلعب المباراه الاخيره امام المنتخب الليبي هنا في القاهره. تمام. فخلال انت بتتكلم خلال من شهر 6 لشهر 10 عندك تصفيات مهمه جدا طبعًا. مع فرق ومستويات، اعتقد مستويات مختلفه عنك. والوقت ده طبعا المستويات مختلفه، وبعدين الوقت كمان المتاح دلوقتي هيبقى وقت ضيق جدا. صحيح. فلازم يتعمل برنامج دقيق بحيث انه يحاول يستفيد بقدر الامكان ويقضي على سلبيه انه هو اللعيبه بتتجمع قبل الماتش بثلاث ايام. ما هو برضو دي نقطه لا يمكن تجنبها، لان دي بقت قاعده على المستوى الدولي كله، ما بقاش فيه معسكرات طويله، وبالتالي
لازم هيتعامل مع. طب هيتعامل مع الكابتن حسام ازاي؟ الكابتن حسام عنده طبعا اللعيبه المحترفين من الصعب جدا وجودهم خارج الا في الاجنده الدوليه. هيتعامل الكابتن حسام هيطلب بعض المعسكرات خلال تجمع اللعيبه المحليين او المحترفين داخل مصر، هيكون في تجمع ويعمل مباراه وديه، مش هيأثر على. لا ما هي مرتبطه الدوري. لا مرتبطه كمان بالدوري نفسه. صحيح. والمسابقات المحليه والمسابقات الافريقيه. مظبوط. بس هي القصه كلها ان هو هيبقى حاطط قدامه الارتباطات ويشوف امكانيه ان هو يعمل اي تجمعات. صحيح. خلال الفتره مهم القادمه. مهم جدا. بس لان هي مش يعني احنا ما نقدرش، انا ما اقدرش دلوقتي نقول يعني ياخد معسكرات يوم كذا ولا كذا. طبعا. لان ده محتاج. مزبوط. الخريطه تبقى موجوده قدامه. مزبوط. مزبوط. وبناء عليه هو يحدد. مزبوط. انما هي في المقام الاول لابد من الاهتمام بالجزئيه دي. طيب عايزين نخرج من خاصه من مباراه جزر القمر، هي المباراه الافضل على مشوار في اعتقادي، كمان مباراه انجولا في مباراه توجو في التوجو كانت مباراه جيده على المستوى الفني. بالظبط. عايزين نخرج بالايجابيات حتى على المستوى الفني. بنتكلم على محمد شريف راس حربه ظهر بمستوى اكتر من رائع. مجدي قفشه طبعا يعني صانع لعب واسيست رائع جدا، وفعلا يعتبر صاحب اللمسه السحريه. صحيح. فعلا يعني، وبعدين بينضج جدا حتى من خلال مشواره مع النادي الاهلي. اعتقد انه خلاص بقى في حته تانيه. احنا كنا في فترات كبيره بنعاني من عدم وجود 10، كان عبد الله السعيد مستحوذ بشكل كبير جدا، لما كان غياب عبد الله السعيد يمكن عن منتخب مصر بيبقى فيه قلق. اعتقد دي يعني طغره وتسدد بشكل اكثر من رائع. بالزبط. بوجود مع محمد. لا بقى حاجه جميله يعني جدا يعني. طيب محمد شريف على المستوى الفني كمان شفته ازاي؟ الناس بدات تقارن ما بين مصطفى محمد ومحمد شريف. انا في اعتقادي المقارنه ظالمه شويه. ايوه، لان محمد شريف يعني دايما بيبني من تحت. يعني محمد شريف ممكن يبقى ينزل ويتحرك ويبقى اسيست، هو مش بوت. مش هو اللي بيسجل غير مصطفى محمد. مصطفى محمد مهاجم صريح، يعني ما عندوش نفس امكانيات شريف. امكانيات مختلفة تقدر امكانيات تقول. مختلفة يعني بالزبط. كل واحد بيبقى عنده مميزات خاصة بيه. صحيح. بأدائه، ولذلك برضه هو كان مساهم في الأهداف. كان. صحيح. اعتقد الهدف الثاني لمحمد صلاح. الثاني لمحمد صلاح، الهدف الأول لمحمد صلاح. لا الهدف الأول لمحمد صلاح كان الهدف أعتقد الثالث لمنتخب مصر. بالظبط. كان أسيست تمريرة من محمد شريف، ودي أنا بلاحظها كمان حتى في أدائه مع النادي الأهلي. فمحمد شريف وجوده أعتقد أنه هيبقى إضافة، وأثبت نجاحه في التجربة الأخيرة. جزء فني شوية نتكلم فيه. بالنسبة للعلاقة ما بين محمد صلاح وراس الحربة. دايما بنشوف، وده ظهرت شوية في مباراة كينيا. مباراة كينيا كان مصطفى محمد موجود. مصطفى محمد من أفضل يعني روس الحربة على مستوى مصر. طبعا. ولاعب بروميسنج جدا، بيأدي بشكل أكتر من رائع. لكن دايما بنشوف الأفضل كمان النتائج اللي بتطلع أفضل من خلال إمكانيات اللعيب. كان شوية عشان مصطفى محمد بوكس بلاير، دايما موجود في الـ18، تحركاته بره الـ18 قليلة شوية بطبيعته. كان قافل شوية على صلاح. وده ظهر على صلاح في مباراة جزر القمر، ان صلاح خد حرية بدليل ان محمد صلاح بيحرز هدفين من جوه الـ18 في مركز راس الحربة، لانه لقى اللي يديله المساحة. لقى المساحة. صحيح. ولقى اللي يتبادل معاه الادوار. مظبوط. يعني انه التبادل الادوار ده مهم جدا. صحيح. يعني لانه لو المهاجم الصريح واقف جوه البوكس، صعب على محمد صلاح ان هو ينطلق، لان هيكون في هيبقى زحمه جوه. هتبقى زحمه. مظبوط. لكن اللي كان واضح انه محمد شريف كان بيرجع شويه لورا، فبيدي فرصه مساحة لمحمد. او مساحه لمحمد صلاح ان هو يتقدم، ودي احدى مميزات صلاح برضو. صحيح. يعني حتى مع ليفربول محمد صلاح بيشارك في التهديف، يعني كان وخد لقب الهداف اكتر من مره، بدليل ان هو بيلاقي حد ان هو يتبادل معاه. صحيح. هذا الدور يعني. رايك كمان في وصول محمد صلاح للرقم 43 على مستوى التهديف مع منتخب مصر؟ تخطى كابتن شاذلي الله يرحمه. بالظبط. يعني طبعا رقم، اعتقد رقم هايل جدا لمحمد طبعًا. صلاح طبعا.
وكمان في تصريح لمحمد صلاح عجبني جدا، قال لك ان شاء الله انا مش هعتزل قبل ما اخد، لا لسه بدري، ربنا يديله الصحه، لا لسه قدامه مشوار طويل الا لما احرز بطوله مع منتخب مصر. رايك ايه؟ وخاصه ان محمد صلاح كان غايب فترات طويله جدا عن المنتخب، وكان اول يمكن مشاركه لمحمد صلاح تحت قياده الكابتن حسام البدر. طبعا يعني عوده محمد صلاح للمشاركه مع المنتخب يعني شيء مهم طبعا جدا، اكيد طبعا، لمنتخب مصر ولمحمد صلاح، اكيد، لانه محمد صلاح برضو له غير ان هو لاعب محترف والكلام ده، لا لما هو يقود او يعني يبقى احد افراد كتيبه المنتخب ويحقق بطولات معاه، لا شيء مهم جدا، يعني فايده له وفايده للمنتخب، مفيش كلام طبعاً. يعني مش شك رغم وصول محمد صلاح لاكبر واحسن من احسن ثلاثه لعيبه في العالم، لكن بالزبط. يبقى المنتخب هو او قميص المنتخب ده حاجه ثانيه خالص، ده مشوار ثاني ومهم صحيح. جدا يعني حتى رونالدو كريستيانو او ميسي يهمه كمان ان هو غير الانجازات الشخصيه اللي بيحققها مع النادي يهمه المنتخب بلده طبعا. وبالتالي عوده محمد صلاح، بس احنا يجب نوفر شويه، نتعلم نوفر شويه لمحمد صلاح وزملائه المحترفين الاجواء المثاليه. ما هذه الاجواء يعني المثاليه، لا يعني مثلا انا شخصيا لو حاولت اخش في المكان اللي كان فيه المشجعين حاجه دول صعبه جدا، مش هعرف صحيح. يعني انا عايز اعرف ازاي يحصل هذا الاختراق في وجود يعني مسؤولين واداريين، صعبه جدا يعني انت تشوف منظر صلاح اتفاجئ، ما هو اصل من ده مش شيء طبيعي عامه خالص. كل الملاعب على مستوى العالم خاصه في جائحه كورونا اللي احنا فيها ديت بالظبط، انت بتفاجئ. اولا محمد صلاح لعيب كبير جدا وكان في بعض يعني كان غاب عن منتخب مصر بسبب كورونا بالظبط، فازاي محمد صلاح زي ما حضرتك سؤال بيطرح نفسه، ازاي الناس اللي نزلت ديت ووصلت لمحمد صلاح ومعاها الموبايلات والصوره اللي الناس حواليه صوره، اعتقد لا يعني ما ترجعش بقى تلوم على محمد صلاح ان انت مش عارف تنسق ولا مش عارف. وبعدين ما يبقاش برضو، شوف محمد صلاح بقى له قد ايه ما جاش، اول مره يبقى تواجد حصلت المشكله، يعني برضو لازم نهتم جدا طبعا بالنقطه دي يا كابتن هاني، أكيد. لان الموضوع يعني برضو لازم نبقى حريصين عليه، زي ما هو حريص على انه يبقى موجود وحريص على انه يجي، نوفر له بقى الجو اللي ما يعرضوش لاي صحيح. مشاكل ده يعني. مهم جدا بالظبط، ده مهم جدا، فدي نقطه مهمه يعني. طيب على كمان بنتكلم على مستوى اولادنا اولاد النادي الاهلي في المنتخب كمان، عمرو السوليه وشاره الكابتنه والشكل الرائع اللي ظهر بيه على المستوى الفني وعلى مستوى، يمكن كتب النهارده تويتر عمرو السوليه او امبارح كان بيهني الجماهير، وكمان بيتكلم على مبروك النتيجه والروح، بيتكلم على الروح اللي ظهرت في عمرو السوليه، انه عمرو السوليه نضج جدا على مستوى الاداء طبعا، ونضج جدا على مستوى المسؤوليه كقائد للمنتخب، والنهارده وكنا شفناه في الملعب بيأدي كمان غير الاداء الفني الحلو بتاع عمرو، روح قتاليه عاليه جدا. لا هو لاعب يعني ما شاء الله، برضو الخبرات اللي اخذها مع النادي الاهلي يا كابتن هاني مظبوط، خبرات كبيره جدا، وصل لمرحله نضج، وبرضو على قصه الشاره دي عايز اخد رايك فيها برضه، يعني قصه الشاره مفيش داعي ان احنا نوجد مشكله اصلا، يعني ما هو حصل انه عمرو لما لعب هو الكابتن فلبس الشاره بالادميه، لان انت ما تصدرش كل معسكر نقعد نتكلم على مين صحيح. الكابتن يعني حتى بنحط محمد صلاح في مواجهه مع زمايله حرج طبعا يعني انت الموضوع اعملوه بمنتهى البساطه، يعني ما تقوليش اصل اوروبا، ما هو انت عايز تعمل زي اوروبا اعمل حاجات تانية، العب زي اوروبا العب زي اوروبا عشان صحيح. تقول بعد كده ان انا عايز اعمل الكابتن زي اوروبا، وبعدين لما يبقى عندك قاعدة ثابتة واضحة محدش يختلف عليها، خرج عمرو السولية ادى الشارة يا للنني يا محمد صلاح مفيش مشكلة، هو راح للنني، هو اداها لصلاح، هو راح للنني الاول فالنني قال له اديها لمحمد ماشي، لانه هو النني وصلاح يعني تقريبا يوم واحد، دي تيجي بقى من اللعيبه، اللعيبه نفسها جوه الملعب ماشي، هي دي تيجي من اللعيبه بالظبط، لكن ما تبقاش قضيه صحيح. على مستوى الاعلام، ولا قضيه تترمي للاعلام يقعد
يتكلم فيها يعني. صحيح بالظبط. صحيح. طيب اتكلمنا عن مشوارنا في كاس العالم والفرق اللي معانا وازاي كابتن حسام هيحط بلان ان شاء الله استعداد ليه، لكن كمان على مستوى امم افريقيا دلوقتي في يمكن لاول مره في التاريخ الامم افريقيا ان يعني بيصل ست دول على المستوى العربي العربيه دي شايفها ازاي وشايف منافسات وموريتانيا كمان كسبت يعني بقوا سبعة دول النهارده فحاجه حاجه فقر يعني للعرب بطوله الامم الافريقيه العربيه بالظبط. شايف النقطه دي ازاي وكمان شايف التنافس في وجود فرق كبيره جدا زي بتتكلم على المغرب والجزائر والمغرب وتونس يعني شايف كمان على مستوى التنافس هتكون البطوله دي شكلها ازاي؟ انا شايف ان هي احنا وصلنا الحمد لله خلاص مساله البطوله نفسها بيبقى فيها حسابات مختلفه لانها بتبقى في مكان مجمع فبالتالي تواجد اللاعبين مع بعض احنا دايما فرقنا كده ايوه في البطولات المجمعه ما اعرفش بيبقى فيه قوه اضافيه لان اللعيبه مع بعض تدريبات انسجام اكتر هدف واحد كلهم تركيز اكتر وكل تركيز حاجة. اكتر وكل حاجه وبالتالي انه المجموعه اللي انت هتبقى فيها يعني برضو انا بحب ناخدها يبقى عينك على اللقب مفيش مشكله بس انت بتاخدها مرحله صحيح واخد بالك يعني مثلا انت في الدوري اللي هو المجموعات دور المجموعات بيبقى هدفك مختلف بعد كده المباريات الاقصائيه بيبقى ليك اهداف مختلفه واعتقد ان النضج ده بالمجموعه دي من اللعيبه وغيرهم طبعا اللي بره لسه ما انضموش او كده ممكن جدا المنتخب يعمل حاجه ان شاء الله يعني اعتقد انه الاداء هيبقى افضل من المباريات اللي هي التصفيات اللي كل سنه ولا كل ست شهور بيتجمعوا صحيح اعتقد الاداء هيبقى مختلف وهيكون عندنا كمان قماشه واسعه جدا اعتقد طبعًا. كمان ان شاء الله باذن الله المنتخب الاولمبي كمان يشرفنا في اولمبياد ان شاء الله في الاولمبياد وبالتالي كمان الكابتن حسام البدري انا في رايي عنده قماشه رائعه عنده جداً. مجموعه من اللعيبه المميزه جدا جدا في جميع المراكز في وقت مش بعيد يا استاذ جمال كنا بنعاني مثلا من مكر راس الحربه تمام. كنا بنتكلم عندك النهارده دلوقتي عندك اكتر من بديل صحيح ومتقاربين يعني حتى سواء الكبار اللي هم لم يتم استدعائهم في زي مروان زي في لعيبه كتير برضو موجوده انت عندك زي ما قلت القماشه تختار منها كويس انما في يعني زي ما نقول ايه تنوع في الخبرات والكفاءات انت ممكن تحتاج لهم فيما بعد حتى اللي مش منضمين بس نلغي الكلام عن موضوع الكابتن ومش الكابتن خلاص اعتقد انه عشان يبقى انت كمدير فني وكجهاز فني عندك حريه الحركه في انك تستدعي مش فارق معاك مين الكابتن انت معايا يعني ممكن جدا تبقى محتاج مثلا عبد الله السعيد او احمد فتحي ايا كان صحيح وما تستدعيهوش عشان الموضوع برافو عليك عشان موضوع الكابتنه يعني نشيلها من دماغنا الكابتن هو منتخب مصر صحيح كابتن هو منتخب مصر طبعا. طيب في نقطه كمان قبل ما نروح طبعا لملف النادي الاهلي بنتكلم قدرتنا على الفوز ببطوله امم افريقيا ده احنا في ظل وجود المغرب والجزائر وتونس هل تفتكر ان احنا قادرين على الوصول للمباراه النهائيه ده يتطلب ايه في خلال الفتره اللي جايه وهل حضرتك شايف ان يعني جه الوقت بقى خلاص ان كمان العناصر المميزه من المنتخب الاولمبي هو ده يكون القوام اللي هيستمر بيه منتخب مصر لمده 10 سنين قدام لان انت بتتكلم ولما بنتكلم للاسف احنا لسه في مصر يا استاذ جمال احنا بنبص تحت رجلينا شويه يعني باصين لامم افريقيا وكاس العالم لكن ما حدش بيفكر في بعد كده يعني كل بيفكر تحت رجليه يعني مساله الاحلال والتجديد وان انت كمان في فتره ما اعتقدش هتتكرر كتير في تاريخ الكره المصريه يعني يكون عندك منتخب اولمبي بهذا الكم بالزبط. من اللعيبه المميزه عندك هؤلاء اللاعبين المحترفين بشكل اكتر من رائع كمان عندك لاعبين على المستوى المحلي ممتازين انا اعتقد نستغل ده ازاي بقى انا اعتقد يا كابتن انه كابتن حسام البدري بدا ده يعني شوف بقى احنا بنتكلم على السلبيات لكن هو بدا مساله الاحلال والتجديد يعني كونه بيفكر النهارده ان هو يعتمد في المركز المهاجم
راس الحربة على مجموعة الشباب دول. صحيح. أعتقد دي بداية. واشترك أحمد ياسر ريان اشترك بالزبط. في المباراة. فده في حد ذاته يبقى هو بدأ المسألة دي. وإحنا كل اللي يهمنا في الآخر إيه؟ إن هو يستفيد من كل المتغيرات. يعني أنت عندك منتخب أولمبي هو منتخب المستقبل فعلا. صحيح. حرام إنه يتظلم. بس في نفس الوقت لو هو عنده حاجة، لو هو محتاج ان هو يضم حد من اللعيبة القدام مفيش مانع، اذا كان المنتخب الاولمبي نفسه عنده امكانية ان هو يضم ثلاثة. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني حتى المنتخب الاولمبي في الاولمبياد هيضم يعني هو لغاية دلوقتي محمد صلاح اللي قال عليه يعني. لكن انا بتكلم على ايه؟ ال- 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 الخليط ده او المزيج ده ممكن يتعمل، وبرضه مش لازم يتعمل مره واحده. صحيح، برافو عليك. لانه مش هيتاخد على مرحله واحده، انت مش هتصعد المنتخب الاولمبي كله، لا انت بتاخد العناصر اللي هي تخدم مع التشكيله اللي انت مختارها. مظبوط. بحيث انه الصغير بيكبر مع الكبير. صحيح، ويشارك جزء، يشارك مباراه، يشارك نص مباراه وهكذا. واعتقد ان دي يعني من ابرز الحاجات اللي كباينه. صحيح. في التجارب الاخيره دي وخاصه امام كينيا وجزر. صحيح. وده كان تعاون رائع ما بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي. دي برضه على فكره غريب طبعا. احنا دايما زمان كنا بنلاقي خناقات، يعني انا فاكرها. انا عارف كانت في خناقات بين مدرب المنتخب الاولمبي ومدرب المنتخب الاول. صحيح. دايما تلاقي في اتنين لعيبه كده بيتخانقوا عليهم دون ذكر اسماء يعني. انما انا شايف انه يعني المديرين الفنيين بداوا يدركوا أهمية العلاقة. العلاقة بقى. صح. لأنه الاثنين في مركب واحد. في على مستوى بعض الفرق بالزبط. وفرق كتير على المستوى الأوروبي تلاقي المنتخب المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول هو جهاز واحد، وتلاقي بالزبط. المساعد منتخب الأول هو مدير الفني المنتخب الأولمبي. أيوة. لأن العلاقة واحدة بتعتبر فرقة واحدة. بالظبط. يعني أنت بتاخد من هنا بتحط هنا. صحيح صحيح. فلابد العلاقة تبقى كويسة. إن شاء الله. كل دماغ كابتن شوقي ودماغ كابتن حسام اعتقد مترقية يعني. كل التوفيق لمنتخبنا. نروح من ملف النادي الاهلي، وعندنا مباراة مهمة جدا جدا. حضرتك عارف بكرة ان شاء الله الساعة 4 بعثتنا هنسافر على الخرطوم ان شاء الله. شايف كمان مباراة المريخ ازاي؟ انا شايف ان شاء الله يعني طبعا رغم ان المريخ بعيد عن المنافسة، انما ده ممكن يعمل يكون ميزة للمريخ. يعني المريخ بيتزايل المجموعة له نقطة واحدة ماشي، يعني ثلاثة هزائم وتعادل. لكن أنا بقول إن الأهلي زي ما راح الكونغو ولعب مع فيتا كلوب بالروح دي إن شاء الله يقدر إن هو يكسب. ليه؟ لأن النادي الأهلي مطالب برضو من جماهيره ومن الناس اللي بتحبه إن هو دايما يكسب. صحيح. فأعتقد إنها المباراة سهل ممتنع. يعني صحيح. ايه سهل ممتنع؟ يعني لو واعتقد ان موسيماني واللعيبه موسيماني قال كده فعلا النهارده في تصريحات. والله انا ما قريتهاش، بس هي المباراه صعبه تبدو سهله. صحيح. ولكنها صعبه. وبالتالي الاهلي كمان عنده المباراه اللي بعد كده اللي هي بقى مباراة انا بعتبرها اللي هي رد الاعتبار. ايوه. لان سيمبا في هذه المكانه لانه كسب الاهلي في المباراه يعني دي. نيجي على مباراة المريخ، يعني اعتقد انه كفة الاهلي ارجح ماشي، لكن ده مش معناه انه ضامن المباراة دايما. انت عارف النادي الاهلي يعني اكتر مني بيلعب على كل مباراة كأنه بيلعب مع البطل. صحيح. مش فارق معايا. والمباراة دي يمكن برضو من خلال موسيماني قال نقطتين مهمين جدا. قال لك المباراة ليها كذا اهداف، ليها ثلاث اهداف. الهدف الاولاني ان احنا ان شاء الله نكسب، لان المكسب ده هيحطك قدام سيمبا. أيوة. انك ان شاء الله تكسب وتبقى تلعب على تصدر المجموعة. وده طبيعي طبعا. جدا. وانا شايف مش من المناسب او شكلها وحش بالزبط. ان سيمبا يكون الاول والاهلي التاني. انت عارف انا مش باصص لها كمان في المباراه اللي بعد في المباريات اللي بعد كده. مش فارق انا معايا، لان الاهلي هيلعب مع ده او هيلعب مع الاول او الثاني، مش دي القضيه. لا دي هتبقى في اعتقد دور الثمانيه قرعه. لكن انا بتكلم هيلعب مع اي مستوى. طبعا مش فارق. انت يهمك دلوقتي ان النادي الاهلي يتصدر مجموعته. صحيح. اللي هو المكان الطبيعي بتاعه. صحيح. واخد بالك؟ صحيح. وبرده على فكره
استمرار الفوز ده ميزه يا كابتن هاني. طبعا طبعا. يعني بص، اي فريق والاهلي كده، اي فريق بطل او عايز يبقى بطل لازم دايما بيلعب على الفوز، ما بيجيش يقول خلاص انا صعدت فاتغلب ماتشين مثلا، ما بيلعبهاش كده. فالاهلي بيلعب كل مباراه قدره ان هو عاوز يكسب. فمع احترامنا يعني لاخواننا في المريخ المريخيين، انما الاهلي قادر بالشروط اللي حضرتك قلتها، يكون نفس التركيز ونفس الاداء ونفس الروح اللي لعب بيها بالزبط مباراه فيتا كلوب، ونفس امكانيات اللاعبين الامكانيات موجوده. واعتقد النادي الاهلي حتى الفتره الاخيره موسيماني تعرض لمشاكل كتيره في التشكيل بسبب غيابات، مثلا غياب علي معلول، بعد كده كان مين اللي اصيب؟ محمود محمد محمود طبعا، ده كان باك شمال اصيب. ايمن اشرف كان جاله شويه اجهاد، فكان عنده مشكله يعني في الباك الشمال، عنده المشاكل، لكن عنده اللعيبه اللي تقدر تغطي غياب بعض اللعيبه. هو ان شاء الله الاصابات مع محمود وحيد يمكن هيطول شويه، محمود عنده مزق في العضله الخلفيه، فبالتالي هيبقى الامور اصعب شويه. لكن ان شاء الله ايمن اشرف برضو يعني رجع، كان في برضو برنامج تاهيلي استشفائي عشان يرجع ان شاء الله يكون متواجد في المباراه. الاداره حمدي فتحي لسه عامل عمليه دلوقتي وهيقعد حوالي 10 اسابيع غياب. عشان كده عايز اقول لك هتاثر شويه الغيابات ديت على التشكيل، هتاثر على الاداء الفني ولا لا؟ انا ما اعتقدش. ليه بقى؟ لان بقول لك انت عندك برضو في لعيبه بتجيد لعب كذا دور، يعني مثلا ايمن اشرف ده كان حل لمشكله الجبل يسرى، صحيح. تمام. ياسر ابراهيم لما جه لعب مكان ايمن بعد غياب راح منتخب وتالق وكل الناس اشادت بيه. يبقى اذا انت عندك برضو اللعيبه اللي تقدر تلعب في مراكز، في اكتر من مركز، وتؤدي، مش لازم يؤدي بنفس درجه اللاعب الاساسي، بس على الاقل ما بتحسش ان في تقصير. طيب على مستوى محمد شريف وراس الحربه، تفتكر ان موسيماني هيفكر تالق محمد شريف مع الاهلي ومع المنتخب بقى خلاص هو راس الحربه الاساسي للنادي الاهلي في وجود بواليا، في وجود مروان محسن، تفتكر ان محمد شريف خلاص ضمن نفسه في التشكيله الاساسيه وهيبدا بيه مباراه المريخ، ولا ممكن يكون في اختلاف وجهات نظر؟ هي وجهه نظر طبعا المدير الفني، لكن انا وجهه نظري الشخصيه انه اللاعب اللي ماشيه معاه بالبلدي ماشيه معاه، يعني ايه؟ يعني مستواه جايب معاه كل يوم بيتطور، ايه المانع؟ طب ما انت ممكن تلعبه شوط وبعد كده يلعب بواليا، يلعب مروان، صحيح، مفيش مشكله. انما طالما محمد شريف، وده رايي على فكره، لما جه اول ما جه، صحيح، الاعاره خلصت وجي لعب خد كذا مباراه بقى كويس جدا، مظبوط، وبعدين اتسحب، صحيح، فده اثر وحط بواليا تحت الضغط انه لازم طب خلاص بواليا احيانا تبقى العمليه مش ماشيه، سوء توفيق، عدم توفيق، صحيح، ممكن. فالاصرار ممكن يضره، يعني بقى هو بقى بواليا بعد ما بقى يضيع في الاخر بقى يضحك، يعني بقى هو يخش الجون هو لعيب هايل، وانا في اعتقادي مكسب كبير جدا لموسيماني وللنادي الاهلي انه يكون يقدر يستفيد منهم، يستفيد من ما لعب محمد شريف ومروان وبعدين بالزبط. نزل بواليا، يعني عندنا الحمد لله تشكيله، هي التنوع ده برضو مهم، صحيح، عندنا قماشه ان شاء الله باذن الله قادرين، وباذن الله ان شاء الله باذن الله. استاذ جمال بنشكرك، شكرا دايما بتنورنا ويعني بتزيدنا معلومات. بالعكس انا سعيد بوجودي معاك والله، ربنا يخليك كابتن مصر، شكرا جزيلا. ده كانت طبعا نهايه فقرتنا الاولى، بعد الفاصل نستقبل نجمنا الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم، ومعانا ضيف يمكن عندنا اكيد كلنا مهمه وطنيه، صحيح، مع المنتخب الوطني، كلنا النهارده خلف الفراعنه في المباراه المهمه في ختام تصفيات الامم الافريقيه المقبله، وفوز رائع، وهو ايضا كمان الفوز الاول للمنتخب الوطني على جزر القمر برباعيه نظيفه. هنبدا بقى كلنا نلتف حوالين أبطال أفريقيا، أبناء القلعة الحمراء، كتيبة بيتسو موسيماني المدير الفني النهاردة فريق النادي الأهلي في المباراة اللي
جاية كمان إن شاء الله مباراة مهمة جدا جدا مع المريخ السوداني، وتصريحات بدأت من دلوقتي من قبل المريخ، ويعني فيما معناه كده الأهلي هيشوف الكرة السودانية هتظهر في المباراة اللي جاية ديت. دي المباراة كمان اللي احنا الحقيقة هنا كلنا منتظرينها ومنتظرين نحقق نتيجة إيجابية بعد الفوز الرائع على فيتا كلوب الكونغولي في عقر داره. معانا واحد من الضيوف اللي أنا الحقيقة بعزه جدا على المستوى الشخصي، لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده، كابتن شريف عبد المنعم اللي احنا دايما بنستمتع بوجوده معانا هنا في البيت الكبير. ترافولتا معايا اتنين من النجوم الكبار. انا بستمتع ان انا اكون موجود معاهم حبيبي كابتن، اللي بينوروا الدنيا حبيبي. والحقيقه يعني انا ببقى جاي هاني وسيام بيتفتحوا عليا والله العظيم، قبل ما اجي حتى ما اتفرج عليكم كده بلاقي الحكايه جميله قوي، قاعد يقلدني من شويه. بتنورنا دايما يا كابتن بصراحه في البيت الكبير، بوجودك كابتن كبير وخبرات كبيره، وكمان على المستوى التحليل الفني يعني عندك رؤيه مختلفه شويه، ومن خلال الرؤيه ديت هاخد حضرتك لبعض الملفات الخاصه بمنتخب مصر، وبعديها ان شاء الله نتكلم على النادي الاهلي. بالنسبه لمنتخب مصر برضو حضرتك شفت مباراه، مش هقول لك مباراه جزر القمر ازاي، لكن عايز اقول لك مبارياتي كينيا وجزر القمر شفت دوت ازاي من خلال اداء فني، ومن خلال كمان استعاده، هنقول الطبيعي ان مصر تبقى على راس هذه المجموعه، استعاده كمان صداره المجموعه والوصول للكاميرون 22. هو ده الطبيعي اللي انت بتتكلم عنه، ان مصر تبقى هي متصدره المجموعه الحقيقه، حتى لما حصل اخفاق وتعادلنا الماتشين الاولانيين ما كنتش عندنا ادنى شك ان احنا هنبقى نقدر نكسب بره ونكسب جوه، والقاعده الكبيره بتاعت حسام البدري من اللاعبين الحقيقه بتدي له فرص واتاحات كبيره قوي ان هو يشوف ويدي تاكتكس ويتفرج على الشكل الامثل في البطوله الاهم اللي هي تصفيات كاس العالم. فاحنا شفنا أدائين مختلفين من مباراة كينيا ومباراة جزر القمر. مباراة كينيا المفهوم اللي انت كنت بتتكلم عليه في التحليل او الجرأة اللي احنا بنتكلم فيها في المباريات، لازم يكون في حالة مش منتخب مصر بس، اي فرقة بتمثل مصر وطنيا زي الاهلي زي الزمالك زي بيراميدز زي كل مصري، الفرقة اللي هي بتلعب لازم انت النهاردة يبقى عندك شكل مختلف. ابتديناه الحقيقة مع موسيماني في مباراة الوداد، اللي هو الضغط على الخصم. ضغط على الخصم يعني بتفقده كل اساليب اللي هو يقدر يأذيك ازاي او السيطرة عليك او يبقى معاك في الجيم او يبقى رايح جاي. ده اللي احنا شفناه في الشوط الاولاني بتاع جزر القمر، ده ما شفناهوش في مباريات محلية افريقية زي بتاعتنا احنا مثلا في حسب الجو في سيمبا، الجو كان مؤثر علينا تمام، مش قادرين نضغط على، لما ضغطنا على الخصم كسبنا 3 في المباراة اللي بعدها في فيتا كلاب، لأن الناس كانت بتقول إن فيتا أقوى من سيمبا وحبوا مش عاملين لنا تحضير جامد هناك وكلام، إنما المفهوم نفسه يعني سام إحنا لما بنبقى عايزين بنقدر. ما عملناش كده يا كابتن في كينيا، يعني برضه السؤال اللي بيطرح نفسه ليه ده ما اتعملش في مباراة كينيا، بالعكس بعدها بيومين 3 شفنا صورة رائعة في الشوط الأولاني. من وجهة نظرك الفنية ليه ده ما اتعملش في مباراة كينيا؟ وكان يمكن كابتن حسام كان وفر بعض الانتقادات الكبيره وبعض الكلام اللي اثير على السوشيال ميديا من ضغوطات بقى على مستوى اداء المنتخب. يعني حسام عمره ما حتى لما هيكسب ويروح تصفيات كاس العالم هيفضل برضه وثقته وتكشيرته وفي كل واحد في الحب ده بتاع، يعني انا بحب حسام وغيري مش ده شويه يا كابتن بيعرضوا للانتقادات؟ ما فيش انتقادات، هو راجل طول عمره كده، راجل طول عمره الحقيقه يعني اتيتيودو كده تركيزه كده قدامه، وهاني عارف يعني هاني كان بيبقى قاعد مع الراجل في حاجات مش عاجباه في الملعب وفي ظاهر على هاني وظاهر على هاني على الوش وبيبان عليك انك انت في حاجات ازاي ده بيحصل. كواليتي اوف بلاير، نوعيه اللاعب اللي هي موجوده في الملعب اللي كانت موجوده يوم كينيا، في ناس ما عندهمش الطبيعه بتاعتهم الاتاكينج الضغط اللي هم في لعيب يبقى معاك. انا قاعد بتكلم انا وسام وبتكلم مع الاخوه بره ان في لاعب بيبقى في الملعب موجود انت تحس ان هو لعيب كبير قوي بس مهمته في الماتش بيعمل ايه؟ بيستلم الكوره ويسلم، يستلم الكوره ويسلم، يستلم، مش عايز يعمل اكتر من الدور ده يعني، ان في دور هو مطلوب منه اكتر من كده، مطلوب انه يكون موجود زي انت كنت بتتكلم على عمرو سوليه، عمرو سوليه مطلوب منه انه يكون عند ال 18 على طول. صحيح عمرو سوليه ده معاك اثنين ديفندرز بيشتغلوا معاك تحتيك، ما تخافش
انا في النادي الاهلي لما يبقى معايا حمدي فتحي وديانج او معايا ديانج او حمدي فتحي بس، حتى عمرو بيعملها لما بيلعب كمان جنب يعني بيلعب جنب علي بيظهره كمان قوي يعني. لا انا بتكلم عمرو السوليه بيعملها لما بيكون جنبه ديانج كمان، مش لازم يبقى اثنين كمان وراه او حمدي او حمدي حمدي يعني. فتحي كفايه بالظبط. فالحته دي بتبقى مطلوبه منه ان انا احس ان انا عندي رابع عند ال 18 بتاعي. الحته دي ما كانتش موجوده في ماتش كينيا، ما كانش عمرو بيبتدي الماتش، كان في ما كان موجود في الملعب لعيبه محدوده الشكل الديفندرز، انما هي الفولوينج بتاع الضغط على الخصم اتنين شبه بعض يعني. كان كده هيفضل حسام بدري سامي يتكلم واقف مذهول، ازاي ده ما بيحصلش ضغط، ازاي الناس دي بتستلم كره عليك وتيجي. هم عندهم شكل ان ما عندهمش فرصه غير كده، ان هو لازم يكسبوك. صحيح. بيفتحوا خطوطهم، بينطلقوا، بيعملوا سرعتهم، ده من حقهم. انما انت كمان عندك شكل هجومي خطير جدا، مصطفى محمد حواليه، محمد صلاح وتريزيجيه، محتاج اتنين كمان الباكين يقدموا زي محمد هاني والناس دي. محمد هاني هيتأجل بحساب لانه قدامه محمد صلاح. صحيح. فاهمين احنا لازم عمق بقى الملعب كمان كان يساعد الشكل ده. انت بتتكلم على اتنين الديفندر، واحد من حمدي فتحي او طارق حمدي، واحد كان يبقى مكمل هذا الشكل، ما تبقاش كل كره بتتقطع رايحه لهم هم على الفرق. ده اللي كان مفهوم اللي انت بتكلمني عنه بتاع ماتش كينيا. ماتش جزر القمر لعيبه تلعب جزر القمر، فاكر بقى ان شكل كينيا هيبقى موجود، هو مش حاسس بقوة، مش عامل حسابات مصر خالص، السرعات الموجودة، الأسماء، فوجئ بإيه؟ بالتطبيق السهل جدا، إن بقت الأطراف عندنا سريعة جدا، بقى نص الملعب العمق بتاعنا مكمل غذائي والضغط أكتر، والضغط أكتر لدرجة إن النني بقى موجود عند 18 وبيعدل وبيبعت بليسنج من أحلى الأجوان اللي أنا شفتها الحقيقة. ده اللي مطلوب من كل لعيب، إنه يدي اللي عنده، زي ما النني ده راح جاب جون في كاميرون زمان فاكر في الفاينل، كنا نقدر نكسب الفاينل. مين ادى اللي عنده في المنتخب؟ انت حضرتك شفت الماتشين، مين اللي ادى اللي عنده قوي في الماتشين بتوع كينيا وجزر القمر من اللعيبه؟ حسيت ان اللعيبه دي الهارموني اللي هو حاطه ده كل لعيب ادى اللي عنده بصراحه جزر القمر، لدرجه انا هديكي مثلا يمكن هاني يفهمني، تريزيجيه هيموت عايز يجيب جون، هيموت يبقى موجود جوه اللعبه، هيموت في الاربع تجوان دي ازاي انا مش موجود. فبيدي ده ايه؟ بيدي موجود اكتر، بيدي سرعات اكتر، مع كل اللي عمله ده ادى تحت فرص لمحمد شريف ومحمد صلاح ان هم اللي يجيبوا الجوان. الدنيا اتشغلت كلها بتريزيجيه، وبقت الكره بتتلعب بالعرض سهل قوي لصلاح اللي هو جاي ما حدش مراقبه ونسيوه، بقت الحكايه كلها في الراجل اللي هو بيتحرك، الراجل اللي مش فده في حد ذاته عندنا احنا ده ميكانيزم، ده شكل، ده ادى. شوف انا جبت لك واحد ما جابش جوان، محمد شريف، ومساله ان قفشه يشوفه ويديله. أيوة. الهرمون اللي هو موجود محليا دلوقتي ودوليا، محليا افريقيا، ظهر مع المنتخب، فظهر في الشكل وظهرت الثقه كمان في التعامل مع الاهداف، ما بيضيع جوان مع النادي الاهلي زي دي كتير، انما هو هنا ثقه حسام البدري في محمد شريف فرق كبير. اسالي هاني تفرق معانا كتير قوي ما يبقى المدرب حاطط ثقه فينا. بس كان في ادى محمد، ادى مصطفى محمد ما شاء الله المحترف وكان من ده لعيب هايل، وده محمد شريف. اللعب بره يا سام غير اللعب جوه، وانا عارف ما بنلعب على ارضنا حاجه وبنلعب بره بنبقى حاجه ثانيه، بيبقى قدامنا حاجات كتير قوي. هل الضغوط الظروف السفر الضغوط السوشيال ميديا اللي هي مستلمانه كلنا كابتن شريف، المفروض الضغوط ديت ما تبقاش على مستوى اللاعبين زي محمد صلاح، بتتكلم على لعيبه كبيره، حتى اللعيبه المحليه بتتكلم على طارق حامد، بتتكلم على يعني محترفين حجازي، بتتكلم على لعيبه كبيره. ليه الناس بدات تقول ان علشان بقى في ضغط على اللعيبه وبقى في ضغط على الجهاز الفني ان هم يحسنوا صورتهم، المنتخب ظهر بشكل 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 كويس، وبعد ما اطمننا يعني بعد المنتخب ما اطمن باربع تجوان في الشوط الاولاني الضغط اتشال فرجع تاني الاداء مش هو. هل موضوع الضغط ده هو اللي فعلا كان سبب في الطفره او في الشكل الهائل اللي ظهر بيه منتخبنا في الشوط الاولاني؟ بص انت بتلعب بالشوط الاولاني وعندك منتخب تاني قاعد بره، عندك لعيبه تانية قاعده بره على الخط، كل واحد بفرقه، كل واحد في مكانه وفرقته، دي حقيقه قوام فرقة. يعني لا يتعود انه يقعد بره، يعني مش متعود انه يقعد احتياطي بره. لعيبه بلعيبه من رؤيه الجهاز الفني فيها السرعات المطلوبه، فيها التاكتكس اللي انا عايزه، فيها الشكل اللي يقدر سهل الدنيا على بعض، ده مكسب. انا النهارده كمدير فني لما الاقي هويه او الاقي طريقه مع لعيبه معينه بتنفذها لي، زي الباك ليفت مثلا، جاله باك ليفت اتعور، الباك ليفت الثاني اتعور، فبقينا بنسال على
كان في ناس بتسالني بتقول لي هو ايمن اشرف. قلت له ايمن اشرف مين؟ قلت له هتقول ابو الفتوح. ابو الفتوح مين واشرف مين؟ انت بتكلمني على الديفندرز اللي هيفرقوا معايا انا مع منتخب مصر في وجود صلاح ومصطفى وتريزيجيه وقفشه، تكلمني عن دول، دول ما نفذوش، دول ما عملوش. انما تجيش تكلمني على واحد فيه غيابات في الديفندر، انا عندي 50 ديفندر في مصر. ده انا عندي اقدر الاعب واحد زي علي جبر لما لعب، خدت بالك قد ايه ما شفتوش؟ لعب وكان 10 على 10 ووقف على حيله وسهله الحكايه. ليه بس؟ عشان كل الناس بتساعده. مظبوط. طارق حامد النهارده كان بيبقى قاعد بره وبيتفرج، انا ليه مش موجود النهارده في اللعب؟ لا هتبقى موجود. كل واحد قاعد بره كابتن، كل واحد بره طبعا في الاربعه اللي دخلوا، بس ده نتيجه التحركات اللي حصلت في الملعب. يبقى لازم نكتسب من مباراه جزر القمر في الشوط الاولاني ان هو ده الاسلوب. الاسلوب اللي بنلعب بالضغط على الخصم هو ده اللي هيفقد اي مشاكل تحصل لك داخل الملعب. ايه الثغرات اللي موجوده النهارده في صفوف المنتخب الوطني لازم الجهاز الفني يشتغل عليها في الفتره اللي جايه؟ يعني احنا بقالنا ايام كتيره جدا بنردد انه الفتره اللي جايه على المنتخب اصعب من اللي فات. عشان اقول لك حاجه، لازم مدير فني يثق في نفسه جدا وياخد قراراته ملوش دعوه باي حاجه. هو يشوف ان ده اللي هيفيده، هو شايف ان ده اللي هيلعبه مهما كان الاسم اللي موجود. يعني اقولها لك ازاي؟ يعني ما تبقاش في لعيبه مش قادره تمشي في الملعب وعايزه تلعب، لا على طول خليك سريع، انقذ الهجوم اللي عليك ده كله. انت واخد قاعده، انت واخد كل لعيبه مصر معاك، واخد كل افضل لعيبه طبعا، افضل لعيبه واخدها معاك. انت شايف ان في لعيب كبر سنا ويلعب تلت ساعه بس، قعده والعب بالولد الصغير. انت شايف ان لازم يبقى في تطعيم في ناحيه الـ ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، او خد قرارات. ما تخليش السوشيال ميديا. كابتن حسام بيتاثر بالسوشيال ميديا كابتن؟ ما فيش حد فينا ما بيتاثرش. وده صح ولا غلط؟ ما ينفعش انت تبقى بتشوشر عليا حتى لو كسبت او خسرت. يعني سابوا الشوط الاولاني ومسكوه في الشوط الثاني امبارح واحد من اللي قالوا لي رجعت ثاني اهو لعدتك. مش رجعت انا، ده لعيب اللي بينزل السيام هو اللي بيأدي لي. كابتن شريف امبارح كان طارق سليمان، كابتن طارق سليمان موجود، ويمكن كابتن طارق يمكن عاشر فتره طويله، يعني كان طبعا. بيقول لك انا لا ما مش من النوع كابتن حسام البدري اللي بيأثر عليه قوي او بيضغط من موضوع السوشيال ميديا ديت. فحضرتك هنا بتقول لي لا، يعني بشكل او باخر بيتاثر. يعني اي حد هيتاثر ليه؟ لان انا ما بيتابعش. انا النهارده الحمد لله ان انا بكسب، بالك بقى لو انا ما بكسبش، بالك لو انا ما وصلتش انا طالع اول مجموعه وكسبت، فدي هتبقى مشكله كبيره جدا. طبعا في شكل معين ما تعودناش ان منتخب مصر من ايام حسن شحاته وجوهري ان يقوده مدرب مصري، انه ينجح المدرب المصري معاه، ما دي مش مقبوله طول عمرنا. وهاني عارف معاني النجاحات كلها كابتن مدرب مصر، يعني كل النجاحات الكبيره على مستوى منتخب مصر كانت على مستوى وصول كاس عالم كابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحات على مستوى الامم الافريقيه، بتتكلم كلهم يعني مدربين وطنيين. ويمكن كان المدرب الاجنبي في مشوار تاريخ المنتخب المصري يعني نجاحات قليله في فترات يمكن الثمانينات، لكن طبعا كوبر ووصول كاس العالم ده كمان كان نجاح كبير. لكن بنتكلم على اللي جاي يا كابتن، وانت شايف حضرتك الشكل العام للعام بقى للتصفيات، ايه اللي محتاجه الكابتن حسام فنيا يعمله عشان مشوار، حضرتك بتتكلم على مشوار كاس العالم وده يمكن الطموح الاكبر، ايه اللي الكابتن حسام شايفه ان ممكن لا يغير شويه من الطريقه؟ هل يغير من الطريقه علشان يخدم صلاح بيلعب 4-3-3، ولا العلاقه الجيده جدا ما بين محمد صلاح ومحمد شريف اللي ظهرت في مباراه جزر القمر تديله اولويه ان يكون لا ان يبقى فيه أولية على حساب مثلا مصطفى محمد رغم تألقه؟ شايف الجزئية دي ازاي يا كابتن؟ انت اتكلمت يعني في علاقة لغة ازاي وصل صلاح لغاية الجول. بالظبط. سرعة صلاح ازاي استغلها؟ فلازم يبقى في واحد بيقدر يوصل الكورة وشايفه. أنا ما بشوفش غير النني هو اللي شاف صلاح. ده من أيام تصفيات كأس العالم منتخب الأولمبياد صحيح. هو الوحيد اللي بيبقى صحيح. بيفكر في صلاح. صحيح. انا بفكر في امكانيات اللعيبه اللي عندي اللي تكسبني. مظبوط. بفكر في العمق بتاع مصطفى محمد او محمد شريف او وات ايفر اللي هيكون احمد ياسر الناس دي كلها اللي موجوده. هو حسام بدري بيدي الناس كلها وبيخلينا احنا كمان نتفرج على كل لعيبه مصر دوليا ومحليا، اهو دول البارزين عندكم.
فزي انت بتتكلم في تاكتكس، النهارده هتلعب 4 4 2 ولا 4 3 3، بقى نص الملعب هو التيمبو بتاع الفريق الكامل. بس اهم حاجه لازم نعرف ان نص الملعب بتاعك مش بلاي ميكر بس، نص الملعب بتاعك ده هو حائط الصد ان الفرقه الثانيه ما تجيش عليك. لان انت ما انت تكسب واحد واثنين وثلاثه في كل ماتش، انت مش عايز غير كده تكسب بس، انما ما يجيش فيك جوال، ما اشوفش الشناوي ده خالص انا. ولو كره اتلعبت تبقى طويله عليا، فلازم ده كله من اول صلاح لاخر واحد يكون هو ده الديفنسر. يعني الديفندنج بتاع الفرقه كلها، شفت صلاح بيجري وبيرجع يدافع، شفت تريزيجيه بيجري بالروح دي، يبقى في روح بتواكب الاداء للمدير الفني. خد بالك، يبقى انا بيعتمد عليا مهريا دفاعيا ودفاعيا وهجوميا، ده بيوفر لي كل حاجه. لازم كل مركز يبقى فيه اثنين عشان انت تبقى كمدير فني مستريح لما يحصل لك اصابه او يحصل لك طرد او يحصل لك اي حاجه بتحصل في المباريات، اي حاجه ما تاثرش فيك. لازم انا كمان ادي اكسكيوز للناس اللعيبه دي كلها، كورونا اللي احنا فيها دي، عدم تجمع المنتخبات دي مع طارق ده بيلمهم من انديه، ده لسه 8 ايام اخر مره، يعني ده بيتلم من انديه. الظروف الافريقيه للنوادي اللي بتروح تلعب فيها، او ضغط ضغط من سيمبا ورايحين فيتا كلاب وبعدين رايحين السودان برضو مع كل ده، ولسه كانوا في كينيا وبعدين هنا بيلعب تحت ضغوط نفسيه. كل ده برضو اللاعب المصري اهو ابتدينا شكل الاحتراف يبان، هيبان اكتر امتى؟ لما الاقي 6 7 بيطيروا من عندي بيروحوا تركيا وبيروحوا اوروبا وبيروحوا، اللي هي الحاله اللي انا شايفها ان شاء الله. بالحاله اللي حضرتك شايف عليها دلوقتي، منتخبنا الوطني قادر على تجاوز تصفيات كاس العالم؟ هنتكلمي مع كيش منافس قوي، يعني ليبيا اتفرجنا عليها كويسه قوي، الجابون بقى فرقه كويسه، فرقه كويسه وعندها نجوم كمان ومحترفين. هي ماخذ الجد من اللعيبه صدقيني ان هم اصحاب الشكل ده، وان شاء الله يطلعوا الاول ويصفوا في المباراه اللي انت وحظك بقى، بس هيبقى مستوى تاني على ما اعتقد اللي هيطلع لك. ده اللي هتكلم مع حضرتك فيه. لسه بتكلم مع طبعا استاذ جمال الزهيري، ان التصفيات كاس العالم مرتبطه بتصنيفك كمان، انك ممكن توصل اول مجموعه تتعادل الماتش او تتعادل ماتشين وتكسب الباقي، فده يطلعك اول مجموعه، لكن التصنيف هيفرق معاك، انك انت بياخدوا افضل 10 طبعا، لكن افضل 5 على مستوى التصنيف هو ده اللي بيكون البوت نمره 1. يعني دي المجموعه الاولى هتلاعب الخمسه الاقل في المستوى. فحضرتك معايا ان لازم مشوار التصفيات يكون الهدف الاول طبعا، الوصول طبعا للادوار النهائيه، مع كمان انك تكون في التصنيف اللي يسمح لك تكون مع الخمسه الاوائل، عشان ما تتصادمش بقى بالمغرب والجزائر وتونس والسنغال. يعني المباراه دي بتبقى صعبه يا كابتن، ولا انت شايف الموضوع من وجهه نظرك؟ انا شايفه زيك تماما، بس هو اول ماتش اللي لازم تاخد فيه الثلاث نقاط، ده اهم حاجه. احنا عندنا 1-6 مع انجولا ان شاء الله، البدايه هنا في القاهره، ده البدايه. الثلاث نقاط دول يفرقوا معاك كتير جدا، هتبتدي بقى تروح في اي فرقه تانية تقدر تكسب زي ما انت بتكسب بره، خلاص المكسب بيجيب مكسب، المكسب خلاص هيجي، انما هيحصل لك مشكله زي تصفيات افريقيا كده وتتعادل والكلام ده غير مسموح. صحيح. وبعدين انت بتكتسب في كل مباراه او بتكتسب في كل شكل او بتكتسب كل وقت خبرات ملعب. صحيح. كسبت ازاي؟ تعادلت ليه؟ ايه اللي حصل في كينيا؟ ما تحصلش تاني ابدا. ايه اللي حصل بين الشوطين؟ الفرق بين الشوطين، انت شفت شوط اول يعني حاجه وشوط تاني حاجه تاني. سيما الارتياح النفسي ده عندنا احنا كلاعيبه، بندي نص اللعب خلاص بينا بنخاف عشان اطمنت في اول 25 دقيقه. يعني انا بخاف على رجلي، انا راجل محترف بره 3 4 5 6 في الله، انا راجل اساسي في فرقتي، انا راجل عندي بطوله تانيه. لعبوها كده يا كابتن شريف في الشوط التاني؟ فكروها كده، مش لعبوها كده بس، يعني لعبوها كده وبيفكروا فيها كده بابسط الامور. شافوا الفرقه اللي قدامها مهلهله الديفنسر بتاعهم، الديفنس بتاعهم يعني يقدروا يخترقوه في اي وقت ويقدروا يروحوا. وفعلا انت رحت بتلات اربع كور تاني، طيب كان ممكن تبقى 5 و6 و7، انت كنت تقدري تكسب 6 و7 في اول شوط من الحراره ومن الرياكشن بتاع ماتش كينيا، وخلاص واخدت الثقه خلاص. يعني اذا عندك البدايات بتفرق. ايوه دي بقى كابتن اللي اذا عندك عندي دي بره بقى حسام البدري. ايوه طب دي بقى اللعيب بقى هو هنا اللي بيقرره اللي بيعمل. ما يديش بقى 90 ما يديش ليه 90 دقيقه كده؟ ما هو ده السؤال دايما، وحضرتك عارف يمكن السؤال بيتكرر كتير بقى دمه ليه، لما بتقدر تكسب 4 و5 و6 و7 و8 ما بتعملش كده، بتكتفي بس احنا كسبنا 4 والماتش سهل فالامور بتعدي. ليه ده موجود في اللعيب المصري رغم امكانياته، رغم خبراته، رغم ان اللعيبه على مستوى عالي جدا، على مستوى احترافي وعلى مستوى مصر،
ليه ما عندناش اللي هو قادر اكسب 7 مكسب 8 و9؟ الدوسه الدوسه الاخيره مش موجوده ليه يا كابتن؟ الدوسه موجوده بس وصلت لغايه 4. الدوسه موجوده بس في لعيبه نزلت تاني تايم لعبت 20 دقيقه. ال 20 دقيقه دول انا ما يعني واحد زي طارق حامد نازل الماتش ده عايز منه ايه؟ يعظم لي خط النص شويه ما يحصلش اي رياكشن من الفرقه اللي هي فتحت خطوطها بقى ما خلاص بقى عليا وعلى هدايا انا مغلوب 4 هتغلب ايه اكتر من كده؟ يحصل ده ما يحصل خلاص مش بكي على حاجه هو نزل الراجل ده علشان يحصل تيمبو ايقاع شويه يهدي الكره ويمسكها ويستلمها طب ما ده هياثر عليك في الشكل في الملعب احمد ياسر ريان هيبقى محتاج الامدادات اللي كانت موجوده مع محمد شريف محمد شريف دايس في الملعب وداري بالاثنين اللي جنبه دول قاعد يخبطهم في بعض وبيعرف يهرب منهم ازاي ده واحد جديد لسه بيبصم مع اثنين لسه من الناحيه الثانيه منهم واحد عايز يجيب جول ما جابش جول سيكولوجيه الملعب هاني عارف كلنا عارفين وانت بتتفرجي تحس ان في حاجه اتغيرت كل واحد عايز يثبت الحكايه ونو تايم مش هقدر اثبت في 10 دقائق مش هقدر اثبت في 20 دقيقه الهارموني بتاع الفرقه كله اتغير كله بقت الانطلاقات بقت الحسابات بقت ايه حسينا ان الفرقه الثانيه فاتت عليا شويه خلاص انا هديت كمان لا 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 احنا لا عايزين يخش فينا جون يعكر مزاجنا ولا ولا يخلينا في وضع مش لطيف ده احنا عملنا يوم حلو خلي اليوم يعدي يعدي ازاي اليوم بباص سليم مفيش ريسك بقى والله عملنا لمحمد صلاح كان بيفضل واقف في الناحيه الثانيه هم اللعب كله ناحيه الشمال يروح قطع لعبها له طويله عرفنا نصطاد واحده ونروح نجيب الجون خمسة هنسحب كان بها كان بها اصطياد بقى بقيتي رامي السناره عايزها انت بقى. اللي بتتحكم فيها انت راميه الصناره مع حسب اللي هيحصل في الملعب جت سمكه اهلا وسهلا ما جتش انا مش محتاجها مش انا اليوم عدي عليا بس ما يجي مفيش مش حاجه مش جعان اصلا بمناسبه ان كل واحد كان في الملعب وادائه كان عايز يحرز هدف هل كابتن حسام البدري نقدر نقول انه خلاص جنى ثمار الدفع بمحمد شريف اساسي؟ لا في المنتخب كمهاجم؟ انا نفسي اشوف مصطفى محمد ومحمد شريف الاثنين في الملعب عنده الامكانيات محمد شريف انه يلعب انت دايما راسين حربة انا احب عمق هجومي انت دايما انا لازم اهدد اللي قدامي اما يبقى في واحد بيلعب لي واحد زي محمد صلاح بيجري الناحيه الثانيه ويخش لجوه محمد هاني يلعب بص 3 4 هم اللي هيجيبوا الجول جوه مش لسه هستنى اما يحصل من قفشه امدادات زي الجون بتاع كينيا انت شفت قفشه كان موجود فين؟ كان في 2 3 في اول دقيقه والحراره دي بعد ما جبنا الجون خلاص ارجع التانيين هجموا عليكي بقى بقيتي واقفه الله هو في الفرقه دي بتلعب كده ليه مش عارفه مش عارفه بقى عايزه تصطادي منهم الكوره وتبتدي الهجمه البطيئه اللي هي ما فيش هم كانوا داشنج عليكي متنرفزين ازاي اتخطفنا كده في اول دقيقه المفهوم اللي هم نازلين عليه انت افسدتيه تماما دخل فيك جون فتوانه كله خبط في بعضه ما اعرفش اهو هنجيب جون هنجيب يعني والحكم برده تساهل شويه في شويه حاجات هي الكوره كده طب تفتكر يا كابتن يعني الكابتن حسام من خلال المكاسب اللي كسبها مباراه الجزر والقمر الاثنين من مباراه كينيا الاول طبعا كسب طبعا كسب قد ايه الشكل ده لن يكون موجود بعد كده وارتباطه هتكلم على الباكج اللي حضرتك بتتكلم عليه مباراه كينيا ومباراه جزر القمر اتكلم على الايجابيات اللي حضرتك شفتها ان الكابتن حسام لازم يمسك فيها علشان يبقى ادائنا 90 دقيقه بنفس اداء جزر القمر يعني انسى في حمامك القديم ايوه يا حسام انسى في حمامك القديم اللي هو انا طب ما فصل لنا طيب يا كابتن فصل لنا حمام انا بعت له انسف بعت له قلت له كده ثم مصر ثم أيوة مصر نعرف حمامك القديم اللي ثم عندنا ثم انت المسؤول الاول قدام الشعب كله طبيعي. طبعا ما عارف اكيد كده كابتن يعني مش على السوشيال ميديا ولا بصحفي على مزاجه ولا بناقد ولا جمهور ولا حد بيحبك ولا بيدرك ده انسف حمامك القديم اشتغل على الشباب اشتغل على الناس اللي عندها سرعات اللي هي تقدر تغير لك الملعب في اي وقت اللي عندهم امكانيات كلهم ما شاء الله انت يعني انت واخد لعيبه عندها فكره ومشكله كبيره حلوه عندكم ماشي عندها انت اللي خلقت الثقه دي للعيبه دي كلها ما حرمتش واحد ان هو يكون موجود جوه مصر لدرجه مصطفى محمد مش مصطفى محمد بتاع نادي الزمالك اللي راح لعب في مصطفى فتحي لدرجه مصطفى فتحي النهارده بيلعب منتخب مصر صحيح اذا كنت بتدي له ثقه كبيره جدا وبترجعه بعد كله اذا كنت فاتح القماش كلها بعد ما تشوف الدنيا دي كلها وتشوف حاجتك وتعمل برنامجك اللي خد حقه محمود الجوهري الله يرحمه وحسن شحاته انا لو عليا كان حسن شحاته ده كمل 21 سنه زي مدرب المانيا كده لمنتخب مصر لو عليا بصراحه يعني كان حصد بطوله بس كواليتي اوف بلاير بقى نوعيه اللعيبه
اللي بقت موجوده عندك ودخول حصل لنا حاجات في 2010 بقى من بعدها وما فيش، ومصر عدت في حاجات كتير قوي لدرجه احنا وصلنا للكورونا دي بتعطل اي حد في الدنيا، بتعطل اي معطل العالم كله بره لحد دلوقتي يعني، ما فيش جمهور ما فيش اي حاجه. الصناعه بتاعت الرياضه في مصر بتقع شويه بس في العالم كله يعني الانكم حتى مش مساعدك انك انت بالادوات بالحاجات دي كلها. ف يا حسام خد حقك من المرحله الجايه، ما عندكش فرصه ثانيه، حقك بقى معسكرات توصل تجمعات لدرجه ان انا سمعت انه بيفكروا يلغوا الدوري. الكلام ده غلط. واحد قال لك يبقى احنا نلغي الدوري بقى، مفيش بقى الكلام ده. واحد قال لك يبقى احنا نلغي يعني كل واحد لغايه الدوري مش زي زمان يا كابتن، دلوقتي عندنا رعاه وعندنا سبونسر وعندنا فلوس والكلام ده ايام ده كابتن محمود الجوهري انا استغربت ما كانش فيه الكلام ده دلوقتي يعني مستحيل. يعني تطلع تقول انا عايز الغي الدوري مستحيل. انا مش فاهمك يعني انت بتخطط محمود الجوهري عملها زمان ومش عارف ايه زمان يا كابتن، في فرق كبير قوي في الوقت ده. احنا لا كان عندنا كوره زمان وكنا مش محترفين صحيح، وكنا هاني الوحيد اللي كان محترف فينا على ما اعتقد مش كده. انا كنت يعني هو طلع على المانيا وراح وتوفى. طب عشان دلوقتي يعني بنتكلم دلوقتي في اقل من ربع ساعه تقريبا، عايزين نتكلم شويه عن الاهلي ومباراته المرتقبه مع المريخ. ودايما هو صحيح اخر المجموعه بعد اربع جولات عنده نقطه وحيده، ولكن برضو النهارده يعني ما نغفلش انه اي فريق بيلعب امام الاهلي سواء محليا او قاريا بيلعب كوره، عايز يظهر بشكل قدام الاهلي. والنهارده في تصريحات بدات يمكن مبكرا من سيف تيري مهاجم المنتخب السوداني وبيلعب في المريخ اكيد، بيتكلم النهارده، لا تصريحاته النهارده ناريه وفيها حد كمان، لا الكوره السودانيه هتظهر على حقيقتها قدام الاهلي، هتشوفوا كوره قدام النادي الاهلي يوم السبت. عندنا في اخر ربع ساعه في المرحل. لا ممكن الوضع ده يختلف على ارضهم يا كابتن شريف، ممكن الوضع يختلف بما انك هتلعب على ارضهم وفي اجواء غير اجواءك وتصريحات بالشكل ده، بتعمل ايه في النادي الاهلي التصريحات دي؟ والله انت لعبتي معاك اللعيبه دي عندها خبره معاهم قبل كده وعارفين ايه نقاط القوه فيهم وايه نقاط الضعف. عندهم اطوال كبار جدا، عندهم سرعات، عندهم حاله. انت هنا في مصر يعني استخلصتي الدفاعات بتاعتهم وقدرتي تخترقي وتقدري تعملي مكانه لنفسك. يمكن انت لما في فرقه بتلعب فرقه وتهجم عليك وبعدين فرقه تلاقيكي قويه جدا، اطرافك هايله، اللعيبه كلها عندك بتروح على الجوكل شويه، غير موفقه اول هاف تايم لما راحت ست سبع مرات كان ممكن تجيب سته، فبتحصل للفرقه الثانيه هبوط نسبي. يتصرفوا في الكوره يهربوا، عايزين نتعادل بقى من الماتش ده ونخلص، عايزين راجل الحكم يصفر. انما هم عند اخر ربع ساعه هنا فجوكي وعدوا من ناحيه الشمال وعملوا عرضيات والشناوي طلع واحده واثنين يعني حق ومشروع ليهم هناك ان هم يأدوا الاداء ده قدام جمهورهم. طبعا طبيعي. انت بقى المقابل بالنسبه لك انت نفس الشكل اللي بتعمليه، اوعي تستني رد فعل في الماتش، لازم تبقي انت المبادره، نعمل اللي لازم نعمل في كل الفرق في فيه كلاب. احنا اكننا رايحين محتاجين الثلاث نقاط دول صحيح بدلي، يعني لازم ناخدهم مش هنقدر ما ناخدهمش. هو ده التفكير. اللعيبه دي كلها عارفه ان هو بتاع الماتش شكله ايه وازاي نخلص هدفه الثاني، خلاص بقينا كده في الجيم الطبيعي. لازم تجيب انت هدف، انما هيخش فيكي هدف والدنيا هتبقى، وانت عارفه هناك يمكن يكون في بعض الجماهير قليله او حاجه زي كده، هناك الحكايه بالنسبه لهم مش طف يعني. مباريات السودان بيفرحوا والدنيا بتبقى فرح يعني. انا لعبت هناك وعارف الاجواء، اجواء جميله جدا يعني. خدي بالك يعني وناس طيبين جدا ومحترمين جدا وكراتهم فيها قوه يعني، مش وعندهم روح في الملعب، بيحبوا الكوره وبيحبوا ينجحوا فده شيء مشروع هيبقى لهم. فانت هتقابلي فرقه الحقيقه انا والله العظيم تلاته مستغرب شكلهم في الجدول. يمكن احنا اتكلمنا على بعض الشكل الدفاعي بتاعهم هنا ما كانش هي مفاجاه كمان. انت عايز تضمن الصداره كمان يا كابتن، في فرق بين ان انت ضمنت التاهل اديكي قلت وان انت لسه ما ضمنتش الصداره، صداره المجموعه دي بحد ذاتها ده يا قالوا موسيماني فعلا ده اقل كلمه مثلا خدتي بالك اللعيبه حاسه بيها يعني. انا بتمنى بس ان اللعيبه يومها يبقوا على مستوى بدني كويس جدا ويلعبوا الكره العاديه بتاعتهم. تفتكر كابتن وليد سليمان هيكون له دور في المباراه ديت ولا مستر موسيماني هيشوف ان وليد لسه يعني وليد خلاص يمكن بقى له دلوقتي اسبوعين بيتمرن مع الفرقه، لعب مش هقول ماتشين لكن تراي ماتش كده مع النادي الاهلي امام فريق الشباب،
تفتكر ان وليد سليمان هيكون ليه دور؟ اكيد طبعا مش هيبدا المباراه، لكن ممكن يكون ليه دور ودور مهم جدا في المباراه خلال سيناريو المباراه، هيكون ليه جزء موسيماني هيفكر فيه، ولا لسه هنقول لا نحافظ عليه شويه؟ وهو بيبقى صعب عليا لما براجع من اصابه ان انا العب بره، يعني ابتدي بره يعني او ابتدي المباراه بره خارج مصر يعني، وتعتمد عليا. انما انا من حقي ان انا لو ان شاء الله كان في فوز كويس او وجود ان انا اشوف الموهبه دي، الموهبه دي محتاجه دعم نفسي كمان، ان هو اللعب في الماتشات الرسميه غير اللعب في الماتشات الوديه خالص. الضغط في الماتش الرسمي عندنا احنا، السبرنت هنا محسوب، السبرنت هناك انا ممكن اعمله كده فور فان بجرب رجلي، هناك لا، الباصه محسوبه، الشوطه محسوبه، الوقت محسوب عليا، الشكل اللي انا رجعت ازاي، تقييمي في المباراه الرسميه بيبقى حاجه تانية خالص. فنتمنى طبعا ان احنا نشوفه مع الفرقه الاول، ثانيا لو كان في فرصه ان هو يقدر وينزل يفاجئنا دايما، ان هو بيحب يجيب جوال يعني. هو من اللعيبه اللي عنده ما بيحتاجش وقت يا كابتن ان هو ياخد يخش المباراه يعني، تنزله 10 دقائق ربع ساعه اخر المباراه بتحس بتاثيره الايجابي جوه. اسلوب لعبه هاني، اسلوب لعبه بيجيب جوال، اسلوب لعبه على الجول، اسلوب لعبه بيفكر على طول بين التلات خشبات. الناس بتستغرب ازاي هو على طول بيبقى، لا انا ما ببقى بدني كويس قوي بالنسبه لوليد او لاي حد مصاب حاجه زي كده، عنده النوعيه دي، عنده التعامل ده. فطبعا احنا نتمنى ان هو يكون موجود. بتستمتع بيه في الملعب؟ كلنا بنستمتع بلمسته للكوره، لمسه الكوره مع اتنين كمان تلاته فايقين، محمد شريف جاي له طيب. هيروح موديه على الجول، هيعمل 1 2، هيموه ويروح شايط، بيضرب عامل ضربات ثابته كويس قوي، عنده حلول ليكي في اي وقت. ويا سلام لو جاله معلول كمان هتبقى الحكايه تكمل تكمل. بقى نبقى احنا قاعدين قبل ما نكمل كلامنا عن باقي لاعبتنا، وانا عارفه ان انت ليك كلام كتير عن ديانج. انتوا كلاعيبه بالنسبه لكم ديانج لاعب كوره مكتمل يعني متكامل. احنا كلاعيبه كوره بنتمنى قبل ما تطلعي ان الفرقه كلها تبقى ديانج. بيجري وبيشوط ومراوغ وكل حاجه تلاقيها في ديانج. احنا نحب النوعيه دي من اللعيبه. عايز اسال في نفس المجموعه، سيمبا على موعد مع فيتا كلوب على ارض ملعب فيتا كلوب، ممكن يتعثر سيمبا على ارض سيمبا، ممكن يتعثر سيمبا سيمبا يتعثر، ممكن يتعثر امام فيتا فممكن تلحق بالصداره. تفرق يعني على الصداره يعني على صداره المجموعه يعني. ان شاء الله احنا لو كسبنا المريخ ان شاء الله ونكسب سيمبا، احنا اول المجموعه، بس تكسب اثنين يعني. هو في طبعا بتبقى نفس النقاط، المواجهات المباشره تفرق، ان شاء الله نكسب المريخ باذن الله. ولو سيمبا كسب فيتا كلوب محتاج تكسب سيمبا في فرق هدفين، لانك انت مغلوب 1-0 بره ارضك يعني، فدي هتفرق، النتيجه هتفرق على مستوى ان شاء الله صداره المجموعه يعني. باذن الله تتحقق لنا القصه دي. يحصل ده؟ يحصل يعني. انا شايف فيتا كلوب فرقه كويسه الحقيقه. احنا اللي كنا كويسين قوي يوم ما كنا هناك عندهم في الارض بتاعتهم يعني. احنا اللي عملنا اسلوب ازاي السويتشات، ازاي نروح على الجول من الشادو يعني. يبقى انا عيني على محمد شريف والاقي قفشه هو اللي رايح على الجول. الحركه التبادليه دي التحرريه اللي هي بتبقى من اللعيب نفسه، اعتقد انا ممكن كمدير فني انوه عنها، ممكن انت تحرك يمين تحرك شمال، قفشه انت تروح مش عارف ناحيه اليمين شويه لو قربت، انما مش قفشه انت خد الكوره ورقص الولد وشوط في الجول وتيجي في العارضه وتخش الناحيه الثانيه. ده قفشه بقى، ده اللعيبه، ده اللي انت طالباه دلوقتي من اللعيب كله بمجهوده بتركيزه وبشكله داخل الملعب، هو اللي بيحقق لنفسه اولا، بيحقق لنفسه ان انت محترف دلوقتي. انت محترف في نادي الاهلي، محترف في القلعه الحمراء، اللي انت القلعه الحمراء دي اللي انت شايفها دلوقتي في 3 بطولات فاتت، وقدامك بطولتين كمان لسه ما تلعبوش، وما زلت بتلعب في العشره باذن الله ان شاء الله. فهو دلوقتي اللاعب حاسس ان هو في انهي مسؤوليه وفي انهي وضع، فليه ما يحصلش انت بتقولي ده؟ انا حاسس ان على الاقل فيتا كلوب يمكن يحقق التعادل مع سيمبا هناك لو ما تاثرش بالاكسجين، الا قله الاكسجين والحاجات دي كده. مستر موسيماني اتكلم في النقطه ديت بشكل غير مباشر لما اتسال، قال لهم انا عندي مباراه المريخ دي اولا مباراه صعبه، وعندي فيها 3 اهداف، نمره 1 لازم اكسب بغض النظر، لانه مش عايز بص لمباراه فيتا كلوب مع سيمبا، مش هيبص لها، لازم اكسب علشان ديت الخطوه اللي هتخليني ان شاء الله اكسب سيمبا واكون هو متصدر. النقطه الثانيه او الهدف الثالث اللي اتكلم عليه موسيماني، وحضرتك برضو اكيد ليك وجهه نظر، ان بيقول لك هتبقى رساله كمان لما نطلع لدور الثمانيه، رساله للفرق الثانيه ان النادي الاهلي قادر على الفوز خارج ارضه، وده مهم جدا.
انك تبعت رساله للفرق اللي جايه ان النادي الاهلي لا قادر ان انت تكسب بره ارضك، لان مش عايزين يتاخد انطباع ان النادي الاهلي بره ارضه لا ما بيكسبش، بيلعب على التعادل، وبالتالي ممكن تاثر شويه على معنويات الفرق الثانيه في دور الثمانيه. فده راي حضرتك ايه في النقطه اللي اتكلم عليها موسيماني بالتحديد، الفوز خارج الارض؟ هاخد من كلامك ومن كلام موسيماني رساله بادائي اولا وبنتيجه ثانيا، ده اللي احنا بناخده في كل مباراه، حتى في الدوري المصري يقول لك احنا عايزين اداء وفوز، صحيح، ولما ما عرفناش اداء نفوز، لكن ايه الرساله اللي احنا بنقدمها؟ الضغط على الفرق دي كلها، بنوري له ان النادي الاهلي شخصيتي. فريق لا يخترق، شخصيتي ان انا بضغط على الخصم عندي، اسلبه كل مفاتيحه لأهب. ان هو يقدر يهددني. فهو ده الرساله اللي هو بيتكلم عنها، اللي هي اداء اللعيبه بضغطها على الفرق اللي بتلعبها، اللي كانت مريخ او سيمبا ايا كان ده اسلوبي، وده الاسلوب اللي بينجح دايما. بيلعب بقى 4-2-3-1، بيلعب 4-4-2، 4-1-4-5، اللعيبه بتشكل دلوقتي وبتدور الحكايه دي كلها. صحيح. كل ده انا بشوفه في المباراه خلال 90 دقيقه، وحسب ظروف المباراه. ما كناش بنكسب اول تايم، بقينا بنكسب دلوقتي بره خارج ارضنا باول تايم، وبنحقق نتيجه كبيره. فالمفهوم خلاص ادام الرساله اللي بيتكلم عليها موسيماني، عايزين بقى ندوس على دي كمان، هي دي اللي هو ادام فكر فيها وشافها الحقيقه لازم يمسك فيها ولازم يثبتها ولازم يحققها. وده الكلام مع اللعيبه على طول. انا بشوف من اول الشناوي ورا وتعليماته لبيت الفرقه كلها، الناس بتسمع. في فرق ان عندك لعيبه بتسمع وفي لعيبه ما بتسمعش. اللي بيسمع هينفذ يا كابتن. في لعيبه بتشدك وبتشد الفرقه وبتشد الدنيا كلها حتى لو انت وفي لعيب بيعتمد على لعيب يقول لك ايه شيلني او طب ما تروح انت تجيب الكره دي، طب لا في لعيب بقى يلاقيك بتروح كده، روح هو جاي عامل سويتش، جاي واخد مكانك عشان ما يحصلش اي دامج. بنشيل بعض بمعنى بنشيل بعض في الملعب 24 ايراد، صحيح، لغايه لما بنكسب، لان لما بنكسب كلنا بنروح نبوس بعض، صحيح، كلنا بنقول لفلان برافو، لما بنتضايق بنتنرفز على بعض او بيحصل لنا اي حاجه، طبيعي طبيعي، احنا مش عايزين ده مضغوط، وانت بعيد عن الحاجات دي. وانت ربنا مدي لك فنيات وفرديات المفروض اعلى بكتير او من ناس كتير، يعني استخدمها بقى صح ان شاء الله باذن الله. مستوى التشكيل تتوقع لنا التشكيله بالرغم ان في عمليه اجهاد، هل موسيماني هيبقى عنده الحسابات ديت ضغوط المباريات بالنسبه للعيبه الدوليه؟ انت عارف عندنا لعيبه دوليه على مستوى منتخب اولمبيا، على مستوى المنتخب الاول، هل هيبقى في حسابات اللياقه البدنيه والجهد البدني اللي بذله لعيبه المنتخب او اللعيبه الدوليه اللي راجعه للنادي الاهلي هتخش في حسابات موسيماني، ولا هياخد المباراه وكانها يعني اللعيبه تشتغل ك لعيبه فريش، يعني ما عندوش مشكله في الجزئيه ديت؟ بص انا كمدير فني مثلا يعني ببقى عايز الاجهز تمام بدنيا الاول، السليم اللي ما فيهوش اي حاجه، هو ده اللي انا ببني عليه كل معطيات المباراه. في لعيبه لما بشوفها في الملعب بتدي بقيه اللعيبه اللي حواليها ثقه، يعني لو لقيت ايمن اشرف ده موجود في الملعب هي بيديني للخط اللي قدامه والخط اللي جنبه ثقه كبيره، بثق فيه في ادائه في المباراه. علي معلول نفس الشيء، أفشا بنون، طاهر محمد طاهر بيبقى برضو شخصية لما بلاقيها بدني. محمد شهيد كمان كابتن، محمد شهيد ده لازم يبقى خلاص حجز مكانه، خلاص مش حجز بس، لا لازم يبقى موجود عشان اكمل، مش عايزين بقى نعمل ال الستوب الروتيشن تريحه يعني. ما اقدرش اريحه، عايز اكمل له الثقه اللي هو موجود فيها، عايز استغله، عايز اشوف كمان يكمل. هو كان فعلا محتاج الحته دي، خلاص نكملها له باذن الله يعني. ويبقى جنبه كمان تكمله من اللي حواليه، مظبوط، ونشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي. وبقى في علاقه جميله قوي بين أفشة ومحمد شريف كمان بنستغلها قوي، بقى في تفاهم، بقى في ثقه في المواهب اللي قدامي، ثقه نص ملعبي في الخط الهجوم بتاعي، امكانياته ازاي، اديله كوره ازاي، واحد زي اجاييه مثلا، اجاييه ما بيستلم الكوره ازاي، انا اعمل مساحتين قدامه يختار منهم، ما ينفعش انا على طول اسيبه تحت ضغط ويستلم ظهره للجون ومفيش مساعدات. هي دي الحاجات اللي بتفرق اللعيبه مع بعض. الجهاز الفني هيقف على احسن ناس لياقتهم موجوده سلام، ويخلص الجيم بعد كده عنده فرقه قاعده بره. صحيح. كلمتني على وليد سليمان، كلمتني عن اي حد راجع من الاصابات، كلمتني على في صلاح محسن، وفي لا في كلمتي على ديانج، وكلمتي على عمدي فتحي، وبنتكلم على فرق كلها ما شاء الله، يعني كل ما يبقى عندي 2-3 كل ما عندك 2-3 في الفرقه دي حاجه ومحمود وحيد تبشرك بالخير.
انما ما هو انا ما اعرفش عنه اي حاجه لحد دلوقتي هو علي معلول، انا ما اعرفش. طبعا لسه عنده يعني لسه وقت شويه، لكن ايمن اشرف ان شاء الله باذن الله يكون جاهز للمباراه. باذن الله بيقوم بدور اكتر من رائع. كمان عمرو السوليه في مباراه منتخب مصر كقائد وكروح وكاداء، وبطلب منه اكتر كمان عنده اكتر. وعمرو ما شاء الله في التوب فورم بتاعته لما يتواجد يسيب نفسه بالظبط، يروح يشوط صحيح. الاداء الهجومي حضرتك بتتكلم عن بالظبط، يسلم عنده رؤيه ازاي يطلع الاطراف لما بيبقى عند ال 18، وعنده مفاجات وتصويبات كويسه جدا. صحيح، عايز اشوفه كده على طول يعني بجد. يعني انا لعيب يقدر يدي مساحه لنفسه مزبوط، اكبر من الاداء اللي بيبقى موجود في الملعب. شرفتنا يا كابتن شريف، دايما ببقى مبسوط معاكم. شرفتنا يا كابتن، شرفتنا ونورتنا دايما. مش لا 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 ازاي. نورتنا يا كابتن، شكرا جزيلا. مشاهدينا احنا بنشكركم، ودلوقتي معاد فقرتنا فقره خط احمر في البيت الكبير مع زمايلنا محمد فارس واحمد اسامه. احمد ومحمد مساء الفل، عاملين ايه؟ مساء الخير يا كابتن هاني. انا ليا معاكم تقرير النهارده. كابتن شريف معانا برضو النهارده في تقرير مهم وتاريخي، نتمنى تتفرجوا عليه وتتابعونا فيه. كنتم متالقين كالعاده، ونتمنى ان ان شاء الله جمهورنا يتابعنا النهارده، لان عندنا حاجات كتيره في سله النادي الاهلي. يعني ان شاء الله مميزين دايما بالتوفيق. شكرا كابتن هاني، شكرا سام، شكرا كابتن شريف. انت هتكمل معانا بس بعد الفاصل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في حلقه بعد الفاصل، حلقه مميزه ان شاء الله من الاهلي خط احمر.